احنا كده هنكمل الجزء التاني من الانكر. هو فاضل جزء بسيط يعني، ويبقى كده خلصنا الانكر ان شاء الله. من الموضوع اللي هو عبارة عن الانكر اللي جامدتين، هو ده اخر جزء في الانكر، بس هو جزء يعني مهم جدا يعني. ونص يعني، عاوز مش عايز اقول اكتر، من الناس كلها بتبقى يعني خايفة من انكر عشان خاطر الديجمنت ده مقطوع ولا مش مقطوع، لان هم مبيبقاش عارفين هو جاي منين، طالع منين، رايح فين، وبيبقى خايفين يعني مقطوع ولا مش مقطوع، مقطوع ولا مش مقطوع. يعني هنشوف على قد ما نقدر النهاردة. الموضوع بسيط، أبسط من كده يعني. ومجرد إن احنا نعرف هو الليجامنت طالع منين وماسك فين، ولو هو مش موجود خلاص، هو ده أبسط حاجة في الموضوع. أنت تعرف الليجامنت طالع منين وماسك فين، ولو هو في أي حتة يعني شفته في الكورس ده بتاعه يبقى مقطوع، يبقى سليم. لو هو مش موجود يبقى في اي حته من الحتت دي يبقى مقطوع. طيب احنا عندنا في الليجمنت والانكل احنا عندنا 3 ليجمنت اساسيين. عشان بس ما نلخبطش الدنيا، هو احنا عندنا دايما احنا الكولاترال دوت احنا قلنا متفقين على فيهم في كل حاجه. القلب فيهم كولاترال، الني فيهم كولاترال، الانكل اهو فيهم كولاترال، الريست فيه كولاترال، فكل حاجة فيهم يعني معظم الجوينت بيبقى فيهم كولاترال. كولاترال دولت بيبقوا دايما بيبقوا على جانبي الايه الجوينت. فانا عندي في الانكل برضو 2 كولاترال، واحد اسمه هنا على الميديال اسبكت لوحده اسمه ميديال كولاترال ليجمنت، ميديال كولاترال ليجمنت، ليه اسم تاني اسمه ديلتويد ليجمنت، ديلتويد ليجمنت لان هو بيبقى عامل شبه الدلتا، هنشوف شكله عامل ازاي كمان شوية. خلاص، اللي هو ده، هو ده الميديال كولاترال ليجمنت، او الاسم التاني بتاعه اللي هو اسمه ديلتويد ايه ليجمنت، لان هو بيبقى شبه الايه شبه الدلتا كده اللي هو ايه مثلث ده، فده بيسموه ايه ديلتويد ليجمنت، او بيسموه ميديال كولاترال ليجمنت على الميديال اسم. طيب في عندي على النقيض بقى الناحيه التانيه اسمه لاترال كولاترال ليجمنت، اللي هو ده اللي هو باين هنا، اللي هما في الفيبيا، اللي هو الجزء ده اسمه لاترال كولاترال ليجمنت، اللي هو الجزء التحتاني ده. على اللاترال اسبكت هنا اللي بتيجي شويه المشكله، لان بيبقى فيه تو ليجمنت، الليجمنت اللي بيربط التيبيا مع الفيبيا اللي هو اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت الجوينت، اللي هو اسمه ديستال سيندسموس او ديستال تيبيو فيبيولار جوينت، اسمه ايه الليجمنت ده؟ اسمه سيندسموتيك ليجمنت، ونريح دماغنا، اسمه كده، اسمه سيندسموتيك ليجمنت، اللي هو ده اللي هو بيبقى العالي ده، اللي هو بيوصل ما بين ايه ما بين التيبيا وبين الفيبيا. يا جماعه ده منظر، انا بصص على الانكل من ورا، بصص عليه من ورا، دي التيبيا ودي الفيبيا، خلاص في التيبيا والفيبيا ماسكين مع بعض بليجمنت، التيبيا والفيبيا ماسكين مع بعض بليجمنت. قال لك ده اسمه ايه يا عم؟ قال لك ده اسمه سيندسموتيك جوينت، وبالتالي الليجمنت بتاعه اسمه سيندسموز. كلمه سيندسموز يعني، كلمه سيندسموز يعني بيربط اتنين مع بعض، فاللي بيربط التيبيا والفيبيا اسمه سيندسموتيك ليجمنت. او الاسم الثاني هو اللي هو برضو الناس بتستخدمه، اللي هو اسمه ايه تيبيو فيبيلار ايه ليجمنت، تيبيو فيبيلار ليجمنت، يعني ليجمنت ما بين التيبيا وبين الفيبيا اسمه تيبيو فيبيلار ليجمنت، تيبيو فيبيلار ليجمنت. خلاص، ده موجود ما بين ايه ما بين التيبيا والفيبيا، وموجود مكانه بيربط ما بين التيبيا والفيبيا فوق في مكان اعلى شويه على اللاترال اسبكت. على اللاترال اسبكت تحت بقى شويه تحت، ده اسمه بقى الايه اللاترال كولاترال ليجمنت، لاترال كولاترال ليجمنت. طيب يبقى اللاترال، يبقى انا على اللاترال اسبكت عندي اثنين ليجمنت، عندي سيندسموتيك ليجمنت او اسمه تيبيو فيبيولار ليجمنت، وعندي تاني تحت تحت مستوى تحت شويه، المستوى اللي تحت شويه اسمه لاترال كولاترال ليجمنت. اللاترال كولاترال ليجمنت ده بيربط ايه بقى بايه؟ بيربط الفيبيلا مع الانك جوينت، مع التيلس ومع الايه مع الكالكينيوس. يبقى اللي بيربط الفيبيلا مع التيلس والكالكينيوس في مستوى اقل على اللاترال اسبكت اسمه لاترال كولاترال ليجمنت، اما اللي يربط الفيبيا مع التيبيا، اللي يربط الفيبيا مع التيبيا اللي هو اسمه سيندسموتيك ليجمنت. وبالتالي احنا عندنا 3 ليجمنت في الانكل، واحد على الميديال اسبكت اسمه ميديال كولاترال ليجمنت، واثنين على اللاترال اسبكت، واحد فوق اسمه تيبيو فيبيلار او سيندسموتيك ليجمنت، واحد تحت اسمه لاترال كولاترال ليجمنت. وبالتالي التيبيا او ميديال ماليلس مربوط بالانكل جوينت بميديال كولاترال ليجمنت، والفيبيلا او اللاترال ماليلس مربوط بالانكل جوينت باللاترال كولاترال ليجمنت، والتيبيا مربوطه مع الفيبيا بالسيندسموتيك ليجمنت او التيبيو فيبيلار ايه تيبيو فيبيلار ليجمنت. ده المنظر اللاترال اسبكت، وبيوري اللي فوق دولت، اللي فوق دولت هم اللي رابطين التيبيا مع الفيبيا اللي هم الموجودين دولت، اللي هو عباره عن السيندسموتيك ليجمنت، بينما اللي موجودين تحت دولت اللي رابطين الفيبيا مع التيلس ومع الكالكينيوس اللي هم الثلاثه دولت اللي اسمهم لاترال كولاترال ليجمنت. لاترال كولاترال ليجمنت ده موجود على اللاترال اسبكت.
اما الميديا الاسبك مش موجود غير واحد بس، اللي هو ده اللي هو اسمه ايه، اسمه ديلتويد او ميديا الكولاتر ليجمنت، وبيربط الميديا التيبيا مع الايه، مع الكالكينيوس ومع التيلس، وكمان هنشوف كمان شويه بالتفصيل كل واحد مكون من ايه بالظبط. طيب اول واحد بنخلص منه هو اسمه سيندوزموتيك ليجمنت، واحنا قلنا ان هو ده المفروض مسؤوليته ان هو يربط ايه بايه، يربط التيبيا مع الفيبيلا، موجود على اللاترال الاسبكت يربط التيبيا مع الفيبيلا، وموجود على اللاترال الاسبكت بتاع الانكل جون. طيب لازم نعرف ان هو مستواه شويه بيبقى عالي شويه عن بقيه الايه، بقيه الانكل جوينت، لان احنا هو مسؤوليته ان هو بيربط السيندوزموتيك جوينت اللي هو ده، مش مسؤوليته ان هو يربط الايه بتاع الايه بتاع الانكل جوينت. طيب مكون من ايه السيندوزموتيك ليجمنت؟ كل ليجمنت من الليجمنت اللي احنا هنتكلم عليهم دول مكونه من كذا واحد جواه. السيندوزموتيك ليجمنت ده مكون من اول حاجه احنا عارفين جدا، معروف جدا خالص خالص، ان في عندنا حاجه اسمها تيبيا وفي عندنا حاجه اسمها فيبيا، وما بينهم ميمبرين اسمه انتر اوسيس ميمبرين. الانتر اوسيس ميمبرين ده موجود برضه فين؟ في الايه، في ما بين ريديوس والقلم، انتر اوسيس ميمبرين. وقد كان في ارتري بيمشي عليه، انتر اوسيس ارتري، وي 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 ما عليه. طب في ايه اسمه ميمبرين رفيع كده اسمه ايه؟ انتر اوسيس ايه؟ انتر اوسيس ميمبرين. طيب الانتر اوسيس ميمبرين ده اللور بوردر بتاعه، اللور بوردر بتاعه ده بيسموه انتر اوسيس ليجمنت، وده اول جزء من اجزاء الايه، من اجزاء السيندزموتيك ليجمنت. فالسيندزموتيك ليجمنت مكون من اول حاجه الانتر اوسيس ليجمنت. الانتر اوسيس ليجمنت ده اهميته في الموضوع قليل صراحه، مش يعني مش في الاشعه كاشعه وايز، مش ده اللي احنا بنهتم بيه قوي خلاص، وساعات كتير قوي ما بيبانش، بس احنا عرفنا ان هو اناتوميكالي موجود فين، هو اللور بورجن بتاع الانتر اوسيس ميمبرين. طيب بعد كده عندي من قدام، انا باصص كده على الانكل جوينت من قدام، في عندي ليجمنت طالع من الانتيريور سيرفيس بتاع اللاترال بارت بتاع التيبيا، اللاترال بارت ده اللاترال بارت بتاع التيبيا، في هنا تيوبروستي، مش مهم اسمه ايه، اسمه شوبر تيوبروستي، بس مش مهم الاسم ده، المهم تيوبروستي طالع من في الانتيريور اسبكت بتاع اللاترال اسبكت بتاع التيبيا. في ليجمنت طالع من الليجمنت ده دايركتد ازاي؟ دايركتد داونورد اند فورورد، دايركتد نازل كده داونورد اند لاترال، متاسف داونورد اند لاترال، لحد ما يمسك فين؟ لحد ما يمسك في الفيبي. طيب ماسكته في الفيبيلا مهمه، والدايركشن بتاع الفايبرز بتاعته مهم. الدايركشن بتاع الفايبرز لازم اعرف ان الفايبرز الدايركشن بتاعه بيبقى اوبليك كورس، جاي كده وجاي نازل كده، جاي من التيبيا عالي ونازل الفيبيلا واطي، فالدايركشن بتاعه من تيبيا لفيبيلا اوبليك كورس ده. طيب اهميه الاوبليك كورس ده في ايه؟ يعني ايش معنى ان انا بقول ان هنا ابص على الاوبليك كورس؟ اول حاجه لان انا متوقع لما اجي اخد مقاطع اكزيال، وانا بشوف في الاكزيال سيكشن باخد انكل اكزيال سيكشن، مش متوقع ان انا الاقيه، لو انا قطعت كده مش يعني متوقع ان انا ممكن الاقيه ان هو مش كونتينوس. ليه؟ لان انا هلاقي قطعت كده فهلاقي فيه جزء وبعد كده هلاقي الايه الجزء ده فاضي، وبعد كده هلاقي الفيبيولا، فانا هفتكر ان الايه، هفتكر ان الليجمنت مقطوع. وبالتالي اول حاجه في اللاترال او في السندزموتيك ليجمنت، ان انا ما ينفعش ان انا ابص عليه بس في الاكزيال سيكشن، ماشي؟ ليه؟ لان الكرسي بتاعه اوبليك، ولما الكرسي بتاعه اوبليك وانا واقع مقطع اكزيال كده هلاقي اقطع في فوق هنا، بس هلاقي ان في بعد كده فراغ، وبعد كده الاقي في بلا، فافتكر ان الايه الليجمنت هنا مش مكمل، ده على اساس ان انا ايه فاكر ان الليجمنت ماشي بالعرض. لو مش لو الليجمنت ماشي بالعرض انا معاك، وانت واخد اكزيال سيكشن، فلو لقيت في انترابشن ماشي، انما لما اوبليك كورس كده ما ينفعش انك تاسس ات في الايه في الاكزيا سيكشن لوحده. عشان كده بيقولوا كده انك ان ممكن تلاقيه ديسكونتينوس في الاكزيا سيكشن، ده اول حاجه. طيب تاني حاجه ماسكته في الفيبيلا، ماسكته في الفيبيلا احنا عارفين خالص ان الفيبيلا في الفيبيلا فيها من جواها في البطنه كده في جروف او فص بيسموها مالولار فص او مالولار جروف. المالير فوس او مالير جلوف دي تبقى موجوده على بطن الفيبيلا من جوه، بطن الفيبيلا من جوه. طيب ودي واضحه خالص في الاكزيال سيكشن. اللاترال كلها السندزموتيك ليجمنت، السندزموتيك ليجمنت اللي هو الانتيريور بارت ده اسمه انتيريور سندزموتيك ليجمنت، بيبقى ماسك اباف الليفل اوف ذا مالير فوس. يعني ايه؟ يعني الاقي الفيبيلا لسه مدوره، مش مخرومه، ما فيهاش مالير فوس، مش مخرومه من جوه، والاقي فيها ليجمنت ماسك فيها، فده اسمه ايه؟ اسمه الايه السيندزموتيك، لازم يكون اباف الليفل بتاع المالي الفص. ليه؟ لان لما عند الليفل بتاع المالي الفص بيبقى الليجمنت اللي تحتيه اللي هو بتاع اللاترال كولاترال ليجمنت، اللي هو الليجمنت بيبقى هنا وطالع من هنا، فبيبقى طالع من هنا وماشي كده ماسك في التيبيا والفيبرا، فبيعمل لاترال كولاترال ايه لاترال كولاترال ليجمنت.
فبالتالي مسكه الانتيريوس سيندوزموتيك ليجمنت في الفيبيلا لازم تكون اباف الليفل اوف ذا مالولار فوسا، وده مهم جدا. ده انا اول حاجه، اول واحد من او تاني واحد من الايه سيندوزموتيك ليجمنت اللي هو بيسموه ايه بقى، اسمه انتيريور سيندوزموتيك ليجمنت، او الاسم التاني بتاعه اللي هو انتيريور تيبيو فيبيلار ليجمنت، انتيريور تيبيو فيبيلار ليجمنت او انتيريور سيندوزموتيك ليجمنت الاثنين واحد، اوبليك كورس وماسك في الفيبيلا اباف ذا ليفل اوف ذا مالولار فوسا. طيب لو انا بصيت على الانكل جوينت من ورا، هلاقي واحد شبهه بالظبط، جاي منين؟ جاي من البوستيريور سيرفيس بتاع التيبيا ودايركتد اوبليك كورس، وجاي يمسك في الفيبيلا من ايه؟ من ورا. نفس الكلام اوبليك كورس وجاي يمسك في الفيبيلا من ايه؟ من ورا. ده بيسموه بقى ايه؟ ده البوستيريور تيبيو فيبيلر ليجمنت او بوستيريور سيندوزموتيك ليجمنت. واكن السيندوزموتيك ليجمنت مكون من كام لحد دلوقتي؟ مكون من انتر اوسيس ليجمنت اللي هو اللور بارت بتاع الانتر اوسيس ميمبرين، مكون من انتيريور تيبيو فيبيلر ليجمنت اللي احنا قلناه ماسك اوبليك كورس ماسك في الانتيريور بارت بتاع التيبيا ونازل تحت عشان يمسك في الفيبيلا اباف ذا ليفل اوف ذا مالولار فوسا، وواحد ورا اسمه بوستيريور تيبيو فيبيلر ليجمنت اللي هو او بوستيريور سيندوزموتيك برضه ماسك من البوستيريور سيرفيس بتاع التيبيا وجاي دايركت داونورد لغايه لما يمسك في الفيبيلا اباف ذا ليفل، برضه اباف ذا ليفل اوف ذا مالولار ايه مالولار فوسا. طيب بس ده مسكته في التيبيا مهمه شويه، مسكته في التيبيا مهمه شويه عشان خاطر ايه؟ قال لك المسكه بتاعته دي بيسموها ايه؟ بيسموها البوستيريور مالولس بتاع التيبيا. اكن التيبيا احنا عارفين ان ليها ميديال مالولس ده مشهور خالص، ولكن ليها مالولس وراني كده اسمه بوستيريور مالولس. اهميته في ايه؟ اهميته قلتها المره اللي فاتت في الانكل فراكشر، كنا قلنا لما بنتكلم على الانكل فراكشر كنا لازم نقول بعد الوصف كده هل معايا تيبيا فراكشر ولا لا؟ والتيبيا فراكشر بتبقى موجوده. انت ايه يا انت نايم؟ جوين عادي ماشي شغالك تجيب. طيب قلتها المره اللي فاتت ان لازم لما اتكلم على الانكل فراكشر كنا بنتكلم على كلاسيفيكيشن اسمها ويبر كلاسيفيكيشن، وقلنا الويبر كلاسيفيكيشن اساسها هي الفيبيولار فراكشر مش التيبيا فراكشر صح؟ وقلنا لما يجي الدكتور يسالك ويقول لك حاول ايه يضحك عليك كده في الامتحان ويقول لك ايه يا ابني التيبيا مكسور هذا ويبر تايب كام؟ قول له ده مش طبق ويبر خالص، ويبر ده ما لهاش علاقه بالتيبيا الايه؟ تيبيا فراكشر خلاص؟ ماشي. لما الاقي بقى فيبيولار فراكشر لازم اقول معاه تيبيا فراكشر ولا لا؟ من اضمن اشهر حاجه بتتكسر برضو البوستيريور مالولس بتاع الايه؟ بتاع الايه؟ بتاع التيبيا، وعشان خاطر في ماسك فيه الايه؟ ماسك فيه الليجمنت ده اللي هو البوستيريور تيبي فيبر ليجمنت. البوستيريور تيبي فيبر ليجمنت ده ممكن يعمل حاجه بسيطه جدا، ممكن يعمل افالجن الايه للبوستيريور مالولس، وهنشوف كمان صور كمان شويه. طيب يبقى احنا خلصنا الايه او خدنا الكلام لحد دلوقتي في السيندوزموتيك ليجمنت. السيندوزموتيك ليجمنت اللي خدناه او التيبي فيبر ليجمنت خدناه اول واحد اسمه انتر اوسيس ليجمنت اللي هو اللور بارت بتاع الانتر اوسيس ميمبرين، ومن قدام قلنا الانتيريور تيبي فيبر ليجمنت، ومن ورا قلنا البوستيريور تيبي فيبر ليجمنت. طيب اللور بارت بتاع البوستيريور تيبي فيبر ليجمنت، اللور بارت بتاع البوستيريور تيبي فيبر ليجمنت بيبقى مفصول شويه، بيبقى مفصول عن الايه عنه شويه زي ما احنا شايفين كده، وبيبقى ماسك شويه شويه ميديال لغايه لما يوصل لحتى حتى البوستيريور سيرفيس بتاع ميديال مالولس، ادي ده ميديال مالولس يوصل لغايه البوستيريور سيرفيس بتاع ميديال مالولس، ده بيسموه الانفيريور ترانسفيرس ليجمنت، انفيريور ترانسفيرس ليجمنت. واكن الانفيريور ترانسفيرس ليجمنت ده انا هعرفه ازاي؟ قال لك انك هتلاقيه ان هو ماشي تحت التيبيا، يعني ده التيبيا اهي، التيبيا خلاص خلصت، بعد ما التيبيا تخلص هلاقيه ان في ليجمنت طالع من فيبيلا اباف ذا ليفل اوف ذا مالولار فوسا، وبعد كده ماشي تحتها تحت التيبيا ودايركتد شويه ايه ميديال. الليجمنت ده مش كل مش يعني ممكن يكون ابسنت نورمالي في بعض الناس، بس لو اتشاف برضه ولقينا في انجري يبقى مهم ان احنا نقول اذا كان في انجري ولا لا. طيب اسمه ايه؟ تبع البوستيريور. اسمه ايه؟ اسمه انفيريور ترانسفيرس ليجمنت. اسمه انفيريور لان هو تحت التيبيا، والترانسفيرس لانه ماشي بالعرض، وده الوحيد اللي ماشي فيهم بالعرض. الاثنين احنا قلنا الاثنين فيهم اوبليك كورس ده وده، انما ده عشان خاطر ماشي بالعرض كده ماشي تحت التيبيا اسمه انفيريور ترانسفيرس، سواء ده او ده ماشيين ماسكين في الفيبيلا اباف ذا ليفل اوف ذا ايه؟ اباف ذا ليفل اوف ذا مالولار فوسا اللي هو الجروف اللي بتبقى موجود على الميديال اسبكت بتاع الفيبيلا او اللاترال مالولار. طيب ده اول واحد اللي هو اسمه انتر اوسيس ليجمنت اللي احنا قلنا ان هو ده التيبيا وده الفيبيلا، في انتر اوسيس ممبرين موجود ما بينهم، واخر حاجه اخر حته بتاعه هو ده الايه انتر اوسيس ليجمنت، ده مش مهم خالص يعني مش اساسي. طيب
ده منظر كرونال، كرونال من قدام. المنظر الكرونال من قدام ده، ده التيبيا وده ميديال ماليس وده التيرس ودي الفيبيلا وده الايه اللاترال ماليس بتاع الفيبيلا. لقينا ان في فايبرز او في ليجمنت طالع من انتيرو اسبكت بتاع التيبيا ونازل زي ما احنا شايفين كده بشكل اوبليك عشان يمسك فين في الانتيرو سيرفيس بتاع اللاترال ماليس اباف ذا ليفل اوف ذا ماليال فوسا اللي هو غالبا بيبقى موجود في الحته دي، بيبان كويس قوي في الاكس. خلاص، فالفايبرز اللي ماشيه دي هو ده الايه، هو ده الانتيريور، الانتيريور تيبيو فيبيولار ليجمنت، انتيريور تيبيو فيبيولار ليجمنت، انتيريور تيبيو فيبيولار ليجمنت ماسك من هنا رايح لهنا وبليك كورس اسمه انتيريور تيبيو فيبيولار ليجمنت. وده اول جزء لازم اسس لو عشان اقول ان سيندزمودك ليجمنت سليم او لا. طيب على الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه بقى ترجع لورا شويه زي ما هي المنظر هنا، انا قعدت ارجع 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 لحد ما خلصت التيبيا. احنا عارفين دايما ان الفيبيلا بتبقى ورا شويه الايه، ورا شويه الفيبيلا ورا شويه التيبيا، فانت في المقاطع الورانيه هتلاقي ان معظم الفيبيلا باينه بينما التيبيا مش باينه، انما في المقاطع القدامانيه هتلاقي ان التيبيا معظمها باين، الفيبيلا هي اللي ايه اللي مش باينه. خلاص، فانا هعرف ان انا كده كده انا معظم هنا الفيبيلا هنا اللي باينه، التيبيا اخرها مش باين لان انا قاطع في اخر مقاطع ورا. طيب هلاقي ايه، هلاقي في ليجمنت، تو ليجمنتس هم، ليجمنت ماشي من التيبيا دايركتد اوبليكلي من التيبيا لغايه الفيبيلا اسمه ايه ده؟ قال لك الفايبرز دي هي دي اللي اسمها ايه؟ البوستيريور تيبيو فيبيلار ليجمنت، بوستيريور تيبيو فيبيلار ليجمنت. طيب وهلاقي ان في واحد تحتيه، تحتيه ماشي بالعرض وماشي تحت التيبيا، اللي ماشي بالعرض وماشي تحت التيبيا ودايركتد شويه ميديال، ده اللي هو الانفيريور ترانسفيرس ليجمنت. يبقى انا اتكلمت عن انتر اوسيس ليجمنت، انتيرير تيبيو فيبيولار ليجمنت، بوستيرير تيبيو فيبيولار ليجمنت، واخيرا اللي هو اسمه الانفيرير ترانسفيرس، انفيرير ترانسفيرس ليجمنت. طيب ده مقطع الاكزيال بقى اللي بتكلم عليه، مقطع الاكزيال ادي ده التيبيا وده الفيبيولا، التيبيا والفيبيولا. الملاحظ ايه؟ تيبيا فيبيولا. الملاحظ ايه بقى؟ الملاحظ ان الفيبيولا كوره مكوره كلها داير داير، ما فيهاش الجروف اللي موجود في النص هنا. لما بلاقي الجروف اللي موجود في النص هنا اللي هو اسمه ماليار الفصة، لا احنا بنتكلم في ليفل اوطى شويه، الماليار الفصة دي احنا بنتكلم في ليفل اوطى شويه، عشان كده بقى هنبدا نخش في الليجمنت الثاني اللي تحتاني اللي هو الايه؟ اللاترال كولاترال ليجمنت. طيب انا اول حاجه خدتها بالي ان الفيبيولا مدوره من اولها لاخرها كده مدوره، خلاص لقيت في ليجمنت فايبرز طالعه من هنا لهنا، ليجمنت طالعه من انتيريور بارت بتاع التيبيا رايح للانتيريور بارت بتاع الفيبيولا، ده اللي هو الانتيريور تيبيو فيبيولا ليجمنت. وفي فايبرز جايه من هنا لهنا من ده الايه اللي احنا قلنا عليه البوستيرير ماليرس بتاع تيبيا اللي هو بيحصل له افالج، البوستيرير ماليرس بتاع تيبيا جاي فايبرز منه من هنا ورايحه للايه للبوستيرير سيرفيس بتاع الفيبيا، ده البوستيرير تيبيو ايه تيبيو فيبيولار ليجمنت. وده نفس الكلام لو زدت شويه انتيرير تيبيو فيبيولار ليجمنت ما دام لسه الفيبيا مدوره، وده كمان البوستيرير تيبيو فيبيولار ايه ليجمنت. ويهمني برضو يعني مش بس يعني هو ده الاساس ان احنا نشوف الليجمنت ماسك في الفيبيا مدوره ولا لا، بس احنا انا عارف شكله ازاي في الكورونا وعارف شكله ازاي في الاجزي، اشوف صورته في الاجزي عامله ازاي واكد عليا بالكورونا على قد ما اقدر، ولو في حاجه انا شايف فيها ان هو انتربتد او مش اشوفه من الاثنين، ولو الاثنين اتاكدوا يبقى انا بتكلم على ايه ان هو فعلا مقطوع. طيب ده دي يا جماعه احنا كده بدانا مش بس ده التيبيا، خلاص المنظر ده، المنظر ده ده احنا بدانا في التيلس، منظر التيلس ده مميز خالص شكلها خالص في الاجزي مميز خالص، ده الايه الدوم بتاع التيلس اللي هو او التروكيلر سيرفس بتاع التيلس، ده بيبقى منظر خالص، دي التيبيا دي باينه خالص ان هي التيبيا انما دي التيلس. طيب لما لقيت ان التيلس فيه ليجم طالع من من من, من ماشي ورا التيلس، الليجمنت اللي ماشي ورا التيلس ده ماشي ورا التيلس ماسك في الفيبيلا اباف ذا ليفل اوف ذا مالي فوس، يبقى ده اكيد مش الايه مش اللاترال كولاترال ليجمنت اللي هو اللي تحت، يبقى ده جزء من السندزموتيك ليجمنت. بس الجزء اللي من سن مظبوط الليجمنت ده مش ماسك في التيبيا، ده ماشي تحتيه، هو ده الانفيرير ترانسفيرس. ليه؟ لان انا عرفت ان ده لان هو ده التيبيا خلصت، مش عارفه كانت التيبيا خلصت لان التيلس ظهرت اهي، وبالتالي في ليجمنت ماشي تحت التيبيا، تحت التيبيا وهو ماشي بالعرض، هو ده الايه الانفيرير ترانسفيرس. طبعا الانفيرير ترانسفيرس صعب انك تشوفه في الاجزيا، بس يعني هو في صوره هنا كلاسيك ليها فانا قلت اجيبها، بس مش مشكله يعني. خلاص فده الانتيريور تيبيو فيبيولار ليجمنت وده الانفيرور ترانسفيرس، عايزين تقولوا ان ده البوستيرور تيبيو فيبيولار، هم بيعتبروا الانفيرور ترانسفيرس جزء من البوستيرور تيبيو فيبيولار ليجمنت، مش مشكله. ده البوستيرور تيبيو فيبيولار ليجمنت وده الانتيرور تيبيو فيبيولار ليجمنت، انتيرور تيبيو فيبيولار ليجمنت وبوستيرور تيبيو فيبيولار ليجمنت. مسموح ان انا الاقي في التيبيو فيبيولار ليجمنت في الاكزيال ان هو ممكن يكون ديسكونتينيوس، وقلنا ديسكونتينيوس تجاه ليه؟ لان هو اوبليك كورس، فبالتالي لو انا قطعته ما فيش مشكله ممكن اقطع في جزء واخلي الجزء الثاني ايه
سليم. طيب ده التير بقى اللي هو موجود، احنا عارفين المفروض ان ده التيبيا وده الفيبيا، المفروض ان انا عارف ان في الليفل ده في فايبرز جايه من هنا ورايحه تمسك فين هنا. ايه رايكم؟ طبعا شكلها كده فاضي اوت لاين وديستربد واندستنج، والفايبرز هنا شويه انتربت، وهنا نفس الكلام برضه نفس الكلام، الدنيا هنا مش كويس، حتى الفات اللي حواليها مش كويس. فده اقدر اقول لما اشوف الفايبرز انتربتد اقدر اقول ان ده مقطوع، سواء كان بارشل او كومبليت مش هتفرق يعني، حسب الفايبرز المقطوعه. فالفايبرز عشان اقول تير لازم الاقي بعيني ان الفايبرز تكون ديسكونتينوس او ديستربت، ده اقول عليه ايه؟ عليه اقول عليه تير، او ان هو داخل جواه فلويد. انما لو مش قادر اقول ان الفايبرز انتربتد ولقيت ان في سباس سيجنال ايديما بيسموه سبرين، على قد ما على في الليجمنت بيسموه ايه؟ سبرين. السندزموتيك ليجمنت سبرين ليه اسم مشهور خالص وبيجي يدوروا عليه، اسمه ايه؟ اسمه هاي انكل سبرين. هاي انكل سبرين ليه؟ لان احنا عارفين ان الليجمنت دي مستواها اعلى شويه من المستوى بتاع اللاترال كولاترال ليجمنت، فبيسموها هاي انكل سبرين. عشان كده ساعات يقول لك ايه، انا عايز ام ار اي انكل فور هاي انكل سبرين. فهو يقصد ايه هاي انكل سبرين؟ يقصد بيها السندزموتيك ليجمنت او الايه الايه او التيبيو فيبلر ايه تيبيو فيبلر ليجمنت. طيب ده نفس الكلام، شايفين هنا الفايبرز، ادي هنا الفايبرز شكلها وحش، مش السودا اللي احنا عارفينها، شكلها وحش وهيزي كده. وكمان شايفين ان الفايبرز هنا جت ايه انتربتد، وزي ما قلت انا ما اقدرش برضو، انا اقدر اقول ان هنا في باثولوجي خلاص، بس هل هو فعلا الفايبرز انتربتد ولا لا؟ مش بس احكم عليه في الاكزير، ابص عليه في الاكزير، ابص عليه في الكورونر عشان ابقى متاكد ان فعلا الفايبرز ايه انتربتد، مش بس ايه من اوبليكتي بتاعت البتاع اللي احنا قلناه، ابص عليها في الاكسس ابص عليها، بس انا متاكد ان الفايبرز هنا شكلها وحش خالص، مش السودا اللي هي ماشيه من هنا لهنا. وحتى هنا برضو نفس الكلام، الفايبرز هنا مش كويسه. طيب ده مثال على ان الانتيريور تيبي فيبرال ليجمنت مقطوع اهو، الفايبرز هنا موجوده وبعد كده هنا مش موجوده، المفروض تمسك هنا، فبالتالي هنا الفايبرز هنا مقطوعه، فالانتيريور تيبي فيبرال ليجمنت مقطوع. البوستيريور تيبي فيبر ليجمنت انا مش قادر اقول ان هو مقطوع، بس هو مشاور على حاجه غريبه جدا. ايه اللي مشاور عليه؟ في هنا كسر صح؟ في فيشر هنا ماشي كده 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 اهو جاي كده. ايه اللي حصل؟ ده حصل ان ده عمل ايه؟ راح شدد على الجزء ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو البوستيريور ميليس، عمل ايه؟ عمل افالجن فراكشر. اهو ده بقى من ضمن الحاجات اللي لازم اقولها موجوده في الانكل فراكشر، لان بيفرق في الكلاسيفيكيشن. وانا قلت ما اعرفش اللي يذاكر الانكل فراكشر عايز يسال حاجه، لان هي صعبه. فاللي يذاكرها انا ما بقولش اقولها، اللي يذاكر وعايز يسال في حاجه انا الموضوع ده كويس خلاص. طيب ده نفس الكلام، بس الليجمنت هنا شكله وحش خالص وفي اديما جواه او في فلويد سيجن جواه، فشكله مقطوع. وزي ما احنا قلنا برده المستير ماليس ماله هنا افالزد، فبرده افالزد فراكشن اوف ذا مستير اوف ذا بوستير ماليس. وطبعا انتيور ايه انتيور طاير خالص وبايظ وفي فلويد سيجن حواليه. طيب ده برضه مثال على الانتيريور تيبي فيبر ليجمنت مقطوع، شايفين هنا كان كويس، بعد كده هنا بقى فيه فلويد دخل كده، فاكيد لما الفلويد دخل كده يبقى انا اعرف ان ده غالبا ايه غالبا مقطوع. طيب ده صوره زي ما احنا شفناها كده كده، شايفها ده قدام ولا ورا؟ ده غالبا ايه ورا. ليه؟ لان انا شايف معظم الايه فيبي ده التيبيا مش كلها. طيب ايه المثال الواضح، ايه الحاجه الواضحه اللي فيه هنا؟ انا عارف ان المفروض ان هنا جاي من البوستير اسبكت، هنا في فايبرز جايه دايركت رايحه هنا صح. فايبرز دي اللي هي البوستير تيبي فيبر ليجمنت مش موجوده، هي موجوده هي فين؟ ده هي اتشالت من الحته دي ونزلت كده، هي دي فايبرز دي، الفايبرز دي المفروض تكون طالعه لفوق، فهي شكله ان هو مقطوع ونزلت ايه ونزلت لتحت. ده حاجه. الحاجه الثانيه، في فايبرز ثانيه ماشيه بالعرض كده، فايبرز ماشيه بالعرض، ده هو ده الانفيو ترانسفيرس اللي هو المفروض يبقى ماسك هنا، فده برضه مقطوع ونازل تحت، فالانفيو ترانسفيرس مقطوع، وكمان البوستيريور تيبي فيبرال ليجمنت مقطوع، وكمان في فلويد ناشف في المسافه دي. وايه رايكم في المسافه دي؟ المسافه دي شكلها وايدند شويه، وده اللي بيحصل. المسافه اللي هي توسع وتوسع توسع اكتر من كام يا دكتوره دينا؟ دكتوره دينا قلت لكم المره اللي فاتت على دي اسمها ايه؟ اسمها سندزموتيك كلير سبيس، بتشاف في الاكس راي سندزموتيك كلير سبيس، والمفروض احنا ما بنزيدش عن 5 مللي. لو زاد عن 5 مللي تعرف ان الليجمنت هنا مقطوع، بس مش شرط ان هي تزيد عشان اقول الليجمنت مقطوع، يعني ممكن الليجمنت يبقى مقطوع من مسافه كويس، بس لو المسافه زادت عن 5 مللي ده اكيد الليجمنت ايه؟ اكيد الليجمنت ده مقطوع. ده بتقول كده ولا فاهم يعني، ولا بتقول كده وخلاص تقضيت واجيب؟ عاجبك كده يا دكتوره رنا يعني؟ ينفع الكلام ده؟ ماشي انا غلطان، عودتكم عليا انا غلطان.
ماشي، ده برضو مقطوع وده فيه سبرين، خلاص بقى عشان كده قلنا، قلنا ايه اسمه، ايه اسمه هاي انكل، ايه هاي انكل سبرين. طيب كده احنا خلصنا السندزموتيك، ايه سندزموتيك ليجم اللي هو اسمه تيبي فيبل ليجم، او الاسم اللي انا بحبه اللي هو اسمه سندزموتيك ليجم، ان هو بيربط السندزموتيك جوينت او الديستال تيبي فيبل، ايه ديستال تيبي فيبل جوينت. طيب اللاترال كولاترال ليجم، اللاترال كولاترال ليجم ده بتاع بقى الانكل، بقى ده انكل بروب، ده اللاترال كولاترال، ده اللي موجود على اللاترال اسبكت وموجود تحت في مستوى تحت شويه، لان هو ده بيربط الايه الانكل. اللاترال كولاترال ليجمنت ده مسؤوليته ايه؟ يربط اللاترال ماليوس، اللاترال ماليوس اهو بالايه بالانكل جوينت بالتيلس والايه والكالكين. طيب وده زي ما احنا شايفين ان هو ده في مستوى واطي، بينما الاثنين اللي فوق دوت اللي هم بيسموهم الايه السندزموتيك ليجمنت في مستوى اعلى، عشان كده لما بيجي يحصل فيهم سبرين بيسموهم هاي انكل سبرين. طيب اللاترال كولاترال ليجمنت دول ثلاثه، عباره عن ايه؟ واحد جاي من الفيبيا ماسك في التيلس اسمه ايه؟ اسمه انتيريور تيلو فيبرال ليجم، اسمه انتيريور تيلو فيبرال ليجم، اسمه انتيريور تيلو فيبرال ليجم، ادي واحد. التاني ماسك من من ورا برضو، ماسك في الفيبيا وماسك فين؟ في التيلس من ورا، اسمه بوستيريور تيلو فيبرال ليجم، اسمه بوستيريور تيلو فيبرال ليجم. يبقى انا عندي انتيريور تيلو فيبرال وبوستيريور تيلو فيبرال، الاثنين ماسكين في في التيلس وجايين يمسكوا فين؟ في الفيبيا. فانتيرو تيلو فيبرال ليجمنت وبوستيرو تيلو فيبرال ليجمنت، واخر واحد هنا ماسك في الكالكينيوس اسمه ايه؟ اسمه كالكينيو فيبرال ايه ليجمنت، من الكالكينيوس راح للفيبرا اسمه كالكينيو فيبرال ايه ليجمنت. التلاته ليجمنت دولت على بعض اسمهم لاترال كولاترال ليجمنت. يبقى اللاترال كولاترال ليجمنت انتيرو تيلو فيبرال ليجمنت وبوستيرو تيلو فيبرال ليجمنت والايه الكالكينيو فيبرال ليجمنت. انا بقول ليه، ليه ما بحبش اقول على اللي فوق ده التيبيو فيبرال ليجمنت، عشان ساعات بيتلخبط، انت يا عم قصدك تيبيو فيبلر ولا تيلو فيبلر؟ فاقول لك لو فوق ده سندزموتيك ليجمنت وخلاص وريح دماغك، وخلينا لما نتكلم على التيلو فيبلر يبقى انا بتكلم على ايه، على اللاترال كولاترال ليجمنت. خلاص طيب ده جاي من التيلس ورايح للفيبلا، وجاي من الكالكينس رايح للفيبلا، وجاي من التيلس من ورا رايح للايه للايه للفيبلا. طيب مهمه في حاجات بقى مهمه صراحه. اول حاجه ماسكته في الفيبلا، الماسكه بتاعته في الفيبيلا زي ما احنا شايفين اوطى من الليفل بتاع الايه، من الليفل بتاع السندزموتيك ليجمنت، ما بيمسك ده بيمسك تحت، بيمسك تحت عند الليفل بتاع حاجه اسمها هنا، بيبقى الليفل ده بيبقى اسمه ماليولار فوس. كمان شويه هقول لكم فين ماليولار فوس، هو عباره عن تجويف بيبقى موجود في الانر اسبكت بتاع الايه بتاع الفيبيلا، اسمه ماليولار ايه ماليولار فوس او ماليولار جروف، ماليولار فوس خلينا ماليولار فوس احسن. خلاص موجود هنا، بيبقى الماليولار فوسه دي بيبقى موجوده في بطن في من جوه، من جوه الايه من جوه اللاترال ماليولس كده. طيب ده اول حاجه، ده ماسكته في الفيبيلا وده اسهل حاجه بنعرفها. طيب وبعدين قال لك الانتيريور تيبي فيبيلا ده ماسك فين؟ قال لك ماسك في التيلس. ايوه يا عم ماسك في التيلس فين؟ قال لك ماسك في التيلس في النك بتاع التيلس. طب وده مهم، مهم جدا، لان الناس معظم الناس ما بتبقاش عارفه الماسكه بتاعته فين، وبتبقى بتمس بتمس يعني بصوا عليه في الفيبيلا يبقى ماسك، بس في التيلس ما بتبقاش عارفه لان هو مش عارف فين الدايركشن بتاعه. قال لك هو بيبقى ماسك فين؟ احنا خدنا ده يا جماعه ده التيلس خلاص، وكنا قلنا ان ده البادي بتاع التيلس المره اللي فاتت، وقلنا ده النك بتاع التيلس، وقلنا ده الهيد بتاع التيلس، وبعدين كنا قلنا ان البادي بتاع التيلس بيبقى ليه بروز طالع لبره كده لاترالي اسمه لاترال بروسيس، وده اللي قلنا اللي بيخش بيارتكيوت مع الفيبرا ده اللاترال بروسيس. طيب ما علينا، ايه اللي بيحصل؟ قال لك الليجمنت ده بيجي يمشي يعدي اللاترال بروسيس ده، يعديه ويجي يمسك في النك بتاع التيلس هنا، فهو بيعدي اللاترال بروسيس ويجي يمسك في النك بتاع التيرس. ثواني وهنشوف الصور دلوقتي، هو جه كده مشي كده راح معدي اللاترال بروسيس وراح ماسك في النك بتاع التيرس هنا، فهو مشي كده وراح ماسك في النك بتاع التيرس هنا. ثواني وهوريكم صور ليه، ده اول حاجه. يبقى ماسكته في التيرس فين؟ ماسكته في التيرس في النك بتاع التيرس، ده واحد. ماسكته في الفيبيلا فين؟ ماسكته في الفيبيلا في الانتيريور اسبكت بتاع الفيبيلا ات ذا ليفل اوف ذا ماليولار فوس. طيب البوستيريور تيرو فيبيلار، البوستيريور تيرو فيبيلار ده سهل خالص خالص بجد، احنا خدنا برضو المره اللي فاتت وقعدت عليه وزيد الايه الايه السطح البوستيرور سيرفيس بتاع الفيبيولا بيبقى فيه جروف، الجروف ده ماسك فيه عضله، العضله دي ايه بقى دينا؟ لا حرام عليك، حرام عليك والله، فليكسور ايه فليكسور هاليشيس لونجست صح، ما قلنا بيه جروف هنا بيبقى ماشي في جروف كده. طيب مش مشكله، الجروف ده الجروف ده معمول بتو تيوبك، واحد اسمه لاترال تيوبريكل وواحد اسمه ميديا تيوبريكل، الاثنين تيوبريكل دول بيبقوا واضحين في الاشعه بعنف، فما ينفعش محدش يشوف، والجروف ده بيبقى واضح خالص. طيب هو بيبقى جاي من هنا من الليفل ده، بيبقى جاي من مالي الفصه وجاي يمسك في اللاترال ايه في اللاترال تيوبريكل، ده البوستيرو تيليفيبرال ايه ليجم، فالبوستيرو تيليفيبرال ليجم جاي من هنا من ايه ماسك هنا في ظهر التيلس في اللاترال تيوبريكل، في اللاترال تيوبريكل اهو،
وبعد كده جه يمشي فين؟ ده بيمسك بقى في المانيولا الفوسترا من جواه، يعني جوه المانيولا الفوسترا من جواه، يعني الانتيرو تيبيا بيمسك من الانتيرو سيرفس، انما ده بيبقى ماسك من بطن الايه، من الفيبولا من جوه، من المانيولا الفوسترا ذات نفسها. هنيجي كمان صور شويه كمان هنشوف. طيب قال لك طيب، واخر واحد اللي هو الكالكينيوم فيبولار. الكالكينيوم فيبولار ده بيبقى ماسك في اللاترال اسبكت بتاع اللاترال ميليس من بره كده خلاص، وبيبقى نازل لورا، نازل دايركت لورا، وده حاجه مهمه جدا، ان هو الدايركشن بتاعه بيبقى ورا ناحيه البوستيريور الايه، البوستيريور تيلو فيبولار، ان هو مش بيدايركت قدام، وده حاجه مهمه، ان الكالكينيوم فيبولار، الكالكينيوم فيبولار ليجمنت ده مش بيجي يمسك في اللاترال اسبكت ويجي يمشي قدام، لا ده بيجي كده ويجي يمشي لورا، يمشي لورا ناحيه البوستيريور تيلوفيبرال ليجمنت، وبيمسك في تيوبريكل هنا موجود، بيبقى موجود التيوبريكل اهو، ده التيوبريكل ده اللي بيبقى موجود على اللاترال اسبكت بتاع الكالكينيوس، ده مش البرونيال تيوبريكل يا جماعه، البرونيال تيوبريكل اللي هو بيلف حوالين البرونياي اهو، ده مالناش دعوه، ده واحد تاني تيوبريكل موجود على اللاترال اسبكت كده بيمسك فيه الكالكينيو فيبرال ايه؟ فالكالكينيو فيبرال ليجمنت، وملاحظ ان التيوبريكل ده لورا، فهو جاي من هنا وماشي لورا، مش ماشي لقدام، ماشي لورا مش ماشي لقدام. طيب تعالوا نشوف الرسمة دي، الرسمة دي حلوة خالص، دي التيلس يا جماعة خلاص، وده اللاترال بروسيس بتاع التيلس، وبعد كده دي النك بتاع التيلس، وبعد كده هيبقى فيه هنا الايه، هيبقى فيه هنا الهيد. طيب البوسيو سيرفيس بتاع التيلس ده فيه تيوبريك، التيوبريك اللي هو البروز اللي احنا شايفينه ده اسمه لاترال تيوبريك، وفي بروز تاني اسمه هنا جنبه اسمه ميديا تيوبريك، في عضلة بتبقى ماشية فين ما بينهم اسمها الايه، فليكسور هالشس ايه، فليكسور هالشس لونجس تن. طيب الاقي ان في حاجه تندون عظيم طالع من اللاترال تيوبريكل ده ماشي كده 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 كده، رايح يمسك فين؟ في الايه دي الايه دي اللاترال ايه، اللاترال ماليس. شوفي بقى اللاترال ماليس هنا الفيبرا ما بقتش ايه، ما بقتش مدوره، لا بقى في هنا جروف في بطنها، الجروف ده اللي في بطنها ده اسمه المالير فاصل. فالبوستيرو تيلو فيبرال ليجمنت، البوستيرو تيلو فيبرال ليجمنت ده ليجمنت قوي جدا جدا، وبيبقى زي ما احنا شايفين تخين ازاي، وزي ما احنا شايفين طالع من بطن الايه، من بطن من الماليار فوسا، من جوه من جوه من جواها ذات نفسها ماشي، وطالع يمسك فين؟ في اللاتر تيوبك، وواضح خالص وما فيش يعني سهل يتشاف الاشعه صراحه. طيب التاني بقى، التاني طالع من سطح القداماني بتاع الفيبلا، ادي الفيبلا اهي طالع من سطح القداماني بس على الليفل بتاع الايه، بتاع الماليار فوسا. طيب وماشي كده كده كده، عدى الايه، عدى اللاترال بروسيس بتاع التيلس، هو عداه خلاص، وبعد كده مشي كده عشان يمسك فين؟ عشان يمسك في النك بتاعه ايه، التيلس. فهو عدى اللاترال بروسيس دي، البروسيس ده بتاع التيلس اسمه لاترال بروسيس، عداه وحضنه وراح ماسك فين؟ ماسك في النك بتاعه الايه، النك بتاع التيلس، ده اسمه ايه، ده اسمه انتيريور تيلو فيبرال ليجمنت، وده اسمه ايه، بوستيريور تيلو فيبرال ايه، بوستيريور تيلو فيبرال ليجمنت. اه حلوين قوي يتشافوا في الاجزيه، لان هو الاوبليك الكورس بتاع الاوبليكيتي بتاعت الكورس بتاعتهم قليله، وغالبا نير ترانسفيرس، فكويس قوي انه يتشاف في الاجزيه، وعند الليفل بتاع الايه، عند الليفل بتاع المالي الرفوس. طيب ده نفس الكلام، ده اللاترال تيوبريكل، وده الفايبرز ديت، بس هو مش واضح هنا قوي اللي هو بتاع البوستيريور. الفايبرز بقى اللي هنا زي ما احنا ده، انا جاي بتكلم على ده، ان الليفل اوف ذا مالير فوسطا طالع في فايبر طالع من الانتيرو اسبكت بتاعنا ماشي كده 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 لغايه لما يمسك فين، يعدي اللاترال بروسيس بتاع التيلس ويمسك في النك بتاعت الايه، بتاعت التيلس، اسمه الايه، الانتيرور تيلو فيبرال، انتيرور تيلو فيبرال ايه، ليجن. طيب ده بقى المقطع الكرونال اللي بيبين الكالكينيو فيبرال ليجن. طيب اول حاجه الملاحظ في الصوره دي، احنا في الكورونال دي احنا قدام ولا ورا؟ ورا صح، ليه؟ لان معظم الفيبيولا باينه بينما التيبيا مش ايه، مش باينه. طيب ده اول حاجه. طيب هلاقي من طرف الفيبيولا، من طرف الفيبيولا هلاقي في فايبرز طالعه نازله كده، الفايبرز اللي نازله دي هي دي الايه، هي دي الكالكينيو فيبيولا ليجن. طيب ده يقول الصوره دي تقول ايه، اول حاجه ان الدايركشن بتاع الكالكينيو فيبيولا ليجن دايركتد لورا، بدليل ان الصوره دي ده اكتر حاجه ورا في الفيبيولا خلاص، فبالتالي لازم اعرف ان الدايركشن بتاع الفايبرز بتاعت الكالكينيو فيبر ليجمنت مش هشوفها في الصور القدامانيه، لا ده انا هشوفها في الصور الورانيه اول حاجه، وغالبا بتبقى عند على الليفل بتاع المستوى بتاع الايه، بتاع البوستيريور تيبيو فيبر تيلو فيبر الايه ليجمنت، عند الليفل بتاع البوستيريور تيبيو فيبر ليجمنت. طيب تاني حاجه، تاني حاجه لازم اعرفها مهمه جدا، ان ليه ريليشن للبرينياي ماسل او برينيال ماسل او ايفيرتور ماسل، اللي هم بتوع الايه، اللي هم موجودين على اللاتر اسبكت، اللي هم دول الاثنين دول، برونيس لونجس وبرونيس، او برونيس بريفس وبرونيس لونجس، الاثنين دول خلاص،
بيبقى لاترال، يعني التندز بتوع المسلز دول بيبقوا لاترال وهو بيبقى ديب ليهم. خلاص ده الايه، ده الكالكينيو فيبرال ايه، كالكينيو فيبرال ليجمنت. ليه؟ لان ساعات كتير قوي لما بيحصل انجري للبرينياي مسلز بيبقى غالبا الكالكينيو فيبرال معاهم بيبقى ايه، بيبقى ديسربت. خلاص يبقى انا مهم جدا اعرف ان البرينياي مسل بيبقى ليهم علاقه مع الايه، مع الكالكينيو فيبرال ليجمنت، ولازم اعرف ان الكالكينيو فيبرال ليجمنت بيبقى ايه، بيبقى دايركت بوستيريور، يعني انا اشوفه في الصور الورانيه مش في الصور القدامانيه. ده نفس الكلام، ده مقطع اكزيال. خلاص المقطع الاكزيال ده مبين ان دول البرينياي مسلز بتوعنا، وفي ديب ليهم في تندون بيبقى ماشي كده اهو، الفايبرز الستريت دي اللي جايه تمسك في التيوبريكل ده، هو ده الايه، هو ده الكالكينيو فيبر ليجمنت، بيبقى ديب ديب للايه، للبرينيا بريفس وبرينياس ايه لونجست مسل. طيب ده مثال بقى على الايه، ايه رايكم في في البوستيريور تيلو فيبر ليجمنت؟ الانتيرور تيلو فيبر كويس قوي ماشي، خط كده كويس ولو سيجنال كويس جدا. هنا ايه رايكم فيه؟ سبرين، ممكن نقول سبرين، او ممكن كمان الفايبرز هنا شكلها مش كويس. خلاص وشايفين مكان ده يا جماعه اللاترال تيوبريكل بتاع البوستيريور سيرفس بتاع، وده الميديا تيوبريكل بتاع البوستيريور سيرفس بتاع التيلس، وده قلنا الايه العضله اللي هي ماشيه في الجروف اللي ما بينهم اللي هي فليكسور هاليوس لونجس تندون. خلاص والمفروض ان هو انا عارف ان ده اللي بيمسك هنا هو الفايبرز بتاعت الايه، بوستيريور تيلو فيبر الايه ديجل. طيب ايه اللي شايف هنا في اديمه مطرح مكان. خلاص وكمان ان الفايبرز هنا شكلها مش كويس مش مساق، والليجمنت ذات نفسه مليان ميه مش اسود. خلاص فكل ده يقول ان ده يا اما بنتكلم في بارشال تير سبرين او بارشال، ما كانش ايه بارشال تير، لان غالبا هو ايه، لان شكله هنا غالبا افرض بارشال افرض من الايه، من اللاترال تيوبريك بتاع الايه بتاع التير. طيب ده مثال تاني ان انا شايف هنا البوستيريور تيلو فيبرال ليجمنت اهو كويس، بس هنا انتيوتي فيبرال ليجمنت مش شايفه، وشايف ان الدنيا هنا وايدند شويه وفي ميه بس مش شايف الليجمنت، فده مثال على قطع الانتيرو تيلو فيبرال ايه، انتيرو تيلو فيبرال. وده برده مثال واضح خالص، المفروض يا جماعه ان انا عارف ان الفيبر ان في فايبرز جايه من هنا وتعدي اللاترال بروسيس بتاع التيلس وتيجي تمسك في النك هنا، كل المسافه هنا مفيش اي حاجه، فهنا في فلويد والمسافه هنا وسعت والفايبرز هنا كلها هي ده بقيتها، فهو غالبا ديسربتد هنا ومقطوع. و مثال على قطع الايه، على قطع الانتيريور تيلو فيبرال ايه، انتيريور تيلو فيبرال. ده برضو مثال على الماسكه اللي بيمسك فيها الانتيريور تيلو فيبرال ليجمنت، برضو في سبرين وهنا في اديمه مطرحها. خلاص ودي انا جايب الصوره دي عشان خاطر الكورونال ده، عشان خاطر اقول ايه، ان انا المفروض ان انا لما الاقي انا كده قاطع في مقاطع ورانيه خالص. خلاص وده البوستيريور تيلو فيبر ليجمنت، بس هنا المفروض ان انا الاقي فيه ليجمنت، الليجمنت الموجود اللي هو هنا اللي هو الايه، كالكينيو فيبر ليجمنت اللي هو ده، شايفين مش فاكرين ده اللي احنا ده اللي هو عند المقطع اللي هو بتاع البوستيريور تيلو فيبر، بيبقى فيه ليجمنت نازل من هنا رايح ايه، رايح ناحيه الكالكينيوس اللي هو الليجمنت ده اللي هو اسمه كالكينيو فيبر ليجمنت. هنا الليجمنت هنا ماله، كله هيزي ومش اسود وبقى ابنورمال سيجنال، شايفين ده لا عامل ازاي وده عامل ازاي، ده هنا خط اسود بلو سيجنال، هنا المفروض الليجمنت عامل ازاي. خلاص بص انا في الحاجه زي دي ما دام مش شايف فايبرز نفسها متقطعه، فبقول ان ده غالبا ايه، غالبا سبرين. ماشي طيب كده احنا خلصنا الايه، كده خلصنا اللاترال كولاترال ليجمنت اللي هم موجودين على الاسبكت اللاترال اسبكت بتاع الانكل جوينت، وخلصنا السندوزموتيك الاثنين دول من دول موجودين على الانكل جوينت من الناحيه اللاترال، واحد لو اللي هو كولاترال ليجمنت لاترال كولاترال ليجمنت، وواحد هاي اللي هو اسمه السندوزموتيك ليجمنت او التيبيو فيبر ايه، تيبيو فيبر ليجمنت. طيب اللي على الميديال اسبكت في واحد اللي هو اسمه ايه، الدلتويد ليجمنت، او الاسم الثاني بتاعه اسمه ميديال كولاترال ليجمنت. اسمه دلتويد ليه؟ لانه زي ما احنا شايفين كده شبه ايه، شبه الدلتا شيب مثلث كده. طيب الديتويد ليجمنت ده خليه بقى عشان ده مهم، الديتويد ليجمنت ده موجود على الميديال اسبكت بتاع الايه، بتاع الانكل جوينت. طيب ماسك منين؟ قال لك ده ماسك من ميديال مايلس اهو، ماسك من ميديال مايلس، يوصل لي بايه، يوصل لي بالتيلس، يمسك لي بالتيلس ويوصل لي بالكالكينيوس، الاثنين مع بعض تيلس وكالكينيوس. طيب زي الثاني زي اللاترك وكاللاترك، لما احنا قلنا لاترك واللاترك بيوصل الفيبيلا بالتيلس والكالكينيوس، نفس الكلام الايه، الميديال كولاترال اللي بيوصل التيبيا بالايه، بالتيلس والايه والكالكينيوس. ماشي يا احمد عندنا ولا ايه؟ ماشي طيب انا بس بقول لك كده عشان تسوق عشان تصحى. طيب ده الميديال ميليس يا جماعه، وده الايه، وده دي العظمه دي اسمها النافيكلر، والتيلس بتبقى مستخبيه هنا، وبعد كده دي الكالكينيوس. طيب ايه اللي بيحصل؟
اول حاجه لازم اعرف ان في ليجمنت اسمه سبرينج ليجمنت. الليجمنت ده مشهور شويه اسمه سبرينج ليجمنت. ده بيبقى وصل ايه بايه؟ قال لك ده بيوصل ايه بايه؟ قال لك زي ما احنا شايفين كده. احنا قلنا المره اللي فاتت برضو ان في بروز طالع من ميديال اسبكت بتاع الكالكينيس. البروز اللي طالع من ميديال اسبكت بتاع الكالكينيس ده اسمه ايه؟ اسمه سستنتاكيولم تيلاي. قلنا المره اللي فاتت اول ما بشوفه طالع من الكالكينيس ده اسمه سستنتاكيولم تيلاي. السستنتاكيولم تيلاي اللي هو ده بروز عظمي طالع من الايه؟ من الميديال اسبكت بتاع الكالكينيس. فايدته ايه؟ ان هو يسستنتين التيلس، يشيل التيلس فوقيه، عشان كده اسمه سستنتاكيولم ايه؟ تيلاي. طيب السستنتاكيولم تيلاي ده، بتلاقي فيه فايبرز ليجمنت يعني طالع منها من السستنتاكيولم تيلاي، ورايح يمسك فين؟ في العظمه دي اللي هي اسمها ايه؟ النافيكولار بون. اسمه ايه؟ اسمه سبرينج ليجمنت، او ليه اسم تاني مشهور اسمه ايه؟ اسمه كالكينيو نافيكولار ليجمنت، زي ما تحبوا. كالكينيو نافيكولار ليه؟ لان هو ماسك من الكالكينس رايح للايه؟ للنافيكولار بون. اسمه كالكينيو نافيكولار ليجمنت، او ليه اسم التاني المشهور برضو اسمه سبرينج ليجمنت. سبرينج ليجمنت ده ماسك منين؟ قال لك ماسك من الكالكينيس ورايح للايه؟ للنافيكولار بون. طيب ده اول حاجه يا جماعه اللي انا قلت عليه دولت، النافيكولار بون والسبرينج ليجمنت والسستنتاكيولم تيلاي، دي قاعده الدلتا او قاعده المثلث بتاع الدلتويد ليجمنت، دي القاعده بتاعته. ده اول حاجه، ودي لازم اول حاجه نخلص منها. طيب الايبكس بتاعته او الايبكس بتاعت المثلث ده فين؟ قال لك الايبكس بتاع المثلث ده الميديال مايلس بتاعنا. طيب الميديال مايلس بتاعنا ده قال لك من السطح الخارجي بتاعه، البراني يعني. قال لك بيطلع منه فايبرز، الفايبرز دي طالعه كده وماسكه فين؟ قال لك تيجي تمسك من الميديال مايلس كده الورانيه دي من السطح الخارجي بتاعه، تيجي تمسك فين؟ في السستنتاكيولم تيلاي دايركت. ده اول حاجه. طيب وتنزل فايبرز ثانيه قدامها شويه، تمشي كده تمسك فين؟ في السبرينج ليجامنت. ماشي. بعد كده تطلع فايبرز قدام خالص، تمشي كده مباشره، تمسك فين؟ في النافيكولار ايه؟ النافيكولار بون مباشره. خلاص يبقى انا كده قفلت المثلث. المثلث قاعدته السنتاكيوم تراي ورا، بعد كده سبرينج ليجمنت، بعد كده النافيكولار بون. طيب الايبكس بتاعته ايه؟ الايبكس بتاعته التيبي. طيب قال لك المثلث ده الضلع الوراني بتاعه، قال لك فايبرز جايه من التيبيا ورايحه للايه؟ للسنتاكيوم تراي مباشره. خلاص ده اول حاجه. وبعد كده الضلع القداماني بتاعه طالع من التيبيا ورايحه للايه؟ للنافيكولار بون مباشره. وبعد كده الفايبرز في النص جايه من التيبيا رايحه للايه؟ للسبرينج ايه؟ للسبرينج ليه. طيب الليجامنت دولت، اسمهم ايه بقى؟ قال لك ده اسمه تيبيو كالكينيال ليجامنت، ماشي. والليجامنت ده اسمه ايه؟ اسمه تيبيو سبرينج ليجامنت، ماشي. والليجامنت ده اسمه ايه؟ قال لك ده اسمه تيبيو نافيكولار ليجامنت. طيب الثلاثه دولت عشان نريح دماغنا، الثلاثه دولت اللي هم تيبيو كالكينيو، تيبيو نافيكولار، تيبيو سبرينج، او من ورا لقدام تيبيو كالكينيو، بعد كده تيبيو سبرينج، بعد كده تيبيو نافيكولار. الثلاثه دول بيسموهم سوبرفيشال دلتويد، وده الاسم اللي انا بحبه وريح دماغي. سوبرفيشال دلتويد يعني ده احنا كل ده بنتكلم على الدلتويد ليجمنت، صح؟ طيب الدلتويد ليجمنت ده قال لك الفايبرز الثلاثه دولت اللي ورا دول اسمهم سوبرفيشال دلتويد. طب ليه سوبرفيشال دلتويد يا عم؟ قال لك اصل انت لو شلت الجزء الليجمنت ده اللي هو السوبرفيشال بارت ده، شيله كده واقلبه، هتلاقي ان في تو فايبرز ثانيين، تو ليجمنتس ثانيين ديب للفايبرز اللي شلتها دي اللي هي السوبرفيشال دلتويد. فده قالوا ان ده يسميه سوبرفيشال دلتويد، وقالوا الجزء اللي وراني ده اسمه ايه، او الجزء التحتاني ده اسمه ايه؟ ديب دلتويد. خلاص. طيب يبقى انا عندي دلتويد عندي تو كومبوننت، سوبرفيشال بارت وديب بارت. السوبرفيشال بارت اسمه تيب، طالع منين؟ قال لك طالع من السطح الخارجي بتاع التيبيا، عشان كده سوبرفيشال، السطح الخارجي بتاع التيبيا، وماسك فين؟ في الكالكينيس. اسمه ايه؟ اسمه تيبيو كالكينيس. بعد كده ماسك في السبرينج ليجمنت اسمه ايه؟ تيبيو سبرينج. بعد كده ماسك في النافيكولار بون اسمه ايه؟ تيبيو نافيكولار ايه ليجمنت. كلهم دول اسمهم سوبرفيشال. طب شيلهم هتلاقي ان طالع من السطح الداخلي بتاع التيبيا، من السطح الداخلي، عشان كده يعتبر ديب. السطح الداخلي بتاع التيبيا تو ليجمنت، واحد اسمه الوراني بستيريور، بوستيريور تيبيو تيلر ليجمنت، بوستيريور تيبيو تيلر ليجمنت، والتاني اسمه انتيريور تيبيو تيلر ليجمنت اللي هو ده، اسمه انتيريور تيبيو تيلر ليجمنت. ليه؟ لانه ماسك من التيبيا وماسك فين؟ في التيلس، وماسك من التيبيا ماسك فين؟ في التيلس. فده انتيريور وده ايه؟ بوستيريور. وريح دماغي اقول ان ده الاثنين دول ده الديب دلتويد، واللي فوق واللي فوقانيين دول سوبرفيشال دلتويد. خلاص؟ الاساس ده لازم يتشاف. الانتيريور تيبيوتير ده مش لازم يتشاف. الانتيريور تيبيوتير اللي هو الديب كومبوننت، اللي هو الديب الانتيريور بارت بتاع الديب ايه؟ بتاع الديب دلتويد. خلاص؟ طيب
يبقى انا كده خلصت الايه الدلتويد ليجمنت. يبقى الدلتويد ليجمنت عارف ان هو تو كومبوننت، سوبرفيشال كومبوننت وديب كومبوننت. السوبرفيشال كومبوننت اللي احنا قلناها الثلاثه كومبوننت بتوعنا، تيبيو كالكينيال، تيبيو سبرينج، تيبيو نافيك. الديب انتيرو بوستير، انتيرو تيبيو تيلر وبوستير تيبيو تيلر. تيبيو تيلر، تيبيو تيلر جاي من تيبيا رايح للايه للتيب، خلاص انتيرو بوستير تيبيو ايه بوستير تيبيو تيلر. طيب تعال نشوف إيه هما بيمسكوا ازاي خلاص، وايه وشكلهم ازاي في الصور، لان شكلهم مميز خالص. تعال نبص على الصورة دي حلو ماشي. الصورة دي، الصورة دي بتبين الديب ديبتويد ليجمنت اللي هو البوستير بارت بتاعه اللي هو اسمه بوستير تيبيوتيلر ايه ليجمنت. طيب البوستير تيبيوتيلر ليجمنت ده ليه شكل لو شفتوه في الكورونر يعني مميز جدا، شكل اللي هو عامل زي المروحة ده، شايفين ده فان شيب ده، وليه ستريشن ده منظر الطبيعي بتاعه. انت الليجمنت ده فعلا بيتشاف كده وكاركترستيك ليه جدا ومميز جدا وسهل قوي نعرفه. فده اول حاجه نخلص منه اسمه ايه، اسمه بوستيريو تيبيوتيلر ليجمنت. البوستيريو تيبيوتيلر ليجمنت اللي هو جزء من الديب ديلتويد، البوستير بارت بتاع الديب ديلتويد. طيب في عايز بس اقول ملحوظه، ايه الملحوظه؟ الملحوظه بتاعتي ان هو لو انتوا بصيتوا على سطح التيبيا، سطح او ميديا الميدلس ده، مش هتلاقوه البوينتد. يعني مش هتلاقوه بوينتد، يعني ده مش بوينتد، ده هوريزونتال نير هوريزونتال، لان طلعت البوستيريو تيبيوتيلر ليجمنت من التيبيا من حاجه اسمها انتركوليكولر فوس او انتركوليكولر جروف. مش مشكله، يعني هو مش طالع من السطح المدبب بتاع الايه بتاع ميديال مانس، مش طالع من السطح المدبب بتاع ميديال مانس، ده طالع. هو لو شفتوا الميديال مانس هتلاقي ان الميديال مانس ليه سطح مدبب كده قداماني وسطح مدبب وراني وفي ما بينهم جروف. استنى نشوف حاجه كده. بص يا جماعه ده مقاطع كده اجزيه كورونا خلاص. شايفين ايه ده هنا؟ الميديا ميديا ليه سطح مدبب صح؟ وبعد كده هتلاقيه ان هو لما ارجع لورا هتلاقيه بقى ايه بقى بلانت. اول ما بقى بلانت هلاقي ان الليجمنت اللي هو استرايد ده بدا يطلع منه، اهو ده بقى بيطلع منه. فهو مش طالع من الايه من بلانت او من بوينتد سيرفيس، طالع من البلانت سيرفيس ده اللي هو بيسموه انتر كلوكر ايه جروف بتاعه خلاص. بعد كده يرجع تاني يبقى ايه يبقى مدبب تاني خلاص. فانا ده ايه لو انا قدام هلاقي ان القدام ده مدبب، لا هرجع لورا شويه هلاقي لما رجعت ورا شويه هلاقي الايه هلاقي الايه البتاع بقت بلانت وبدا يطلع منها الفايبرز اللي هو اللي احنا قلناها شكلها الاستريتد دي اللي جايه تمسك منين، جايه من هنا لغايه ايه لغايه الايه لغايه التيلس. ما علينا. طيب فده اول حاجه. طيب لما الاقي ان الفايبرز دي انا اول ما عشان اسس الديلتويد انا ببص على البوستير تي بي تيلر ليه؟ لان سهل خالص، بشوفه طالع من ميديال اسبكت ده اللي بيبقى بلانت ويبقى ماسك هنا في التيلس ويبقى شكله ستريد فشكله بيبقى معروف، فانا اول حاجه باسس. طيب وبعدين؟ قال لك هطلع لبره شويه هلاقي في فايبرز لاترالي، فايبرز لاترالي دي السوبرفيشال، ده يعتبر جزء من السوبرفيشال بارت بتاع الديلتويد. طيب اي جزء بقى من السوبرفيشال بارت؟ احنا عندنا سوبرفيشال تلاتة، تيبيو كالكينيا. الله ينور عليك. اشمعنى ماسك في الساستاكلم تيراي ده حاجة، وتاني حاجة احنا بنتكلم على ده منظر الصورة اللي بيبقى ايه اللي فيها البوستيريور تيبيو تيلر، يعني البوستيريور ده الوراني خلاص. فاكتر حاجة ورا هو الايه هو التيلو كالكينيا. فانا عندك حاجتين ادي، ده زي ما احمد قال ان هو جاي تمسك في الساستاكلم تيراي اهو، ده الساستاكلم في فايبرز كده 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 كده، ده الايه ده السوبرفيشال بارت. فكان السوبرفيشال بارت اللي مغطي البوستير تيبي تيلر هو ده اخر واحد من السوبرفيشال بارت اللي هو اسمه ايه؟ اسمه تيبيو كالكينيال ايه؟ ليجم. تيبيو كالكينيال ايه؟ ليجم. على فكره يعني ما عنديش اي مشكله او مفيش اي حد عنده اي مشكله انك تقول ان السوبرفيشال بارت هو اللي فيه انجري ايا كان بقى، اصل هو ده يعني عشان تقدر تفصله مش سهل يعني.
فانت بس تعرف ان في ان سوبرفيشال بارت في انجري. اقدر اقول ان سوبرفيشال بارت، بس ايه هو بقى جزء منه؟ بس انا بتكلم هنا عشان بالصدفه او كاناتوميكال وايز الصح ايه بالظبط، ماشي؟ ان انا لما الاقي ان البوستيريور تيبيوتير ده الجزء الوراني، الاقي ان في هنا فايبر سوبرفيشال ليه، هو ده الايه، هو ده الايه، تيبيو كالكينيال ايه، تيبيو كالكينيال ليجن. طيب لما اجي اطلع لقدام شويه بقى هلاقي ايه؟ هلاقي ان السطح بتاع الميديال ماليس ماله بقى مدبب بقى بوينتد خلاص، وبدا يمسك منه ايه فايبرز طالعه من هنا رايحه هنا رايحه للتيلس، وبعد كده الاقي في فايبرز ليها سوبرفيشال. فالفايبرز اللي طالعه من بوينتد سيرفيس بتاع الميديال ماليس الديب، هو ده بقى الديب الانتيرور بتاع الديب، الانتيرور بتاع الديب اللي هو اسمه ايه، انتيرور تيبيوتير ليجمنت خلاص. طيب والفايبرز اللي تبقى سوبرفيشال ليه، دي الانتيرو بارت بتاع الايه، او الانتيرو سيرفيس بتاع، او الانتيرو فايبرز بتاع السوبرفيشال ايه، السوبرفيشال دلتويد اللي هي بقى يا اما تيبيو نافيكولار يا اما تيبيو ايه، تيبيو سبرينج خلاص، يا اما تيبيو نافيكولار يا اما تيبيو ايه سبرينج. فده الانتيرو اسبكت بتاعه، هم يا اما تيبيو نافيكولار يا اما تيبيو ايه، تيبيو سبرينج. طيب فالمهم ان انا اخد بالي ان الميديا كولاترال ده مكون من تو كومبوننت، واحد ديب اهو، واحد ايه، واحد سوبرفيشال اهو. طيب دي حاجه. الحاجة التانية اللي يهمني برضو أعرفها إن الدلتويد زي ما احنا قلنا الكالكينيو فيبر ليه علاقة كويسة جدا بالإيفيرتور أو بالنياي خلاص، الدلتويد ليجمنت ليه علاقة مهمة جدا بالعضلة دي اللي هي إيه، تيبيالس بوستير، تيبيالس بوستير. ودي جبنا سيرتها المرة اللي فاتت وقلنا إن بيحصل فيها، لما بيحصل فيها تير أو تندنوز بيسموها تيبيالس بوستير ديس فانكشن. ليه؟ لان احنا قلنا البوستير او التيبيالس بوستير ده بيبقى ماسك معظم الايه، معظم العظم بتاع الايه، التارسال بون، ماسك عامل انسرشن في معظم العظم بتاع التير او التارسال بون. ولما بيحصل لها ديسفانكشن او تير، التارسال بون دي بتفقد الريليشن بتاعتها دي، وبيبقى اللونجيتودنال ارش ده بيتفقد، اللونجيتودنال ارش ده بتاعنا بيتفقد، ويجي بيجي الايه فلات فود، يحصل العيان ده فلات فود. عشان كده ودي حاجة يعني بتطلب كتير قوي، لما يبقى عيان عنده فلات فوت الدكتور يطلب له ام ار اي انكل فور تيبيالس ديسفانكشن. عيان عنده فلات فوت يجي يقول لك ايه اللي احسن يكون، بوستيريور تيبيالس بوستيريور هو اللي فيه تير او فيه مشكلة، فايه فلازم نكسكلود، فبيعمل ام ار انكل فور تيبيالس بوستيريور ايه ديسفانكشن. طيب فانا عندي في الميديال اسبكت واحد ديب اللي هو انا هنا طالع من سطح البوينت، فانا اكيد الجزء القداماني اللي هو الانتير تيبيو تيلر ليجمنت، وبعد كده عندي الجزء السوبرفيشال ده اللي هو سوبرفيشال ديتويد، او الجزء اللي هو الامامي بتاعه اللي هو اقدر اقول يا اما تيبيو سبرينج يا اما اقول تيبيو ايه، تيبيو نافيك. طيب ده مقطع اكزيال خلاص، ده التندون بتاعنا اللي هو التيبياس بوستيرير، وده الفايبرز الديب بتاع الدلتويد اهو ده، وده الفايبرز الانتير بتاع الديلتويد، وده الفايبرز السوبرفيشال، فده السوبرفيشال وده الديب كومبوننت. الديب كومبوننت مكون من ايه؟ مكون من انتيريور تيبيوتيلر، مكون من ورا بوستيريور تيبيوتيلر، وبعد كده عندي الايه السوبرفيشال بارت. لو انا هتكلم على اول واحد قدام هو التيبيو نافيكولار، وبعد كده اللي في النص ده التيبيو سبرينج، وبعد كده اللي في الاخير ده هو الايه، التيبيو كالكينيال ايه، كالكينيال لينج خلاص. انا بحب يعني هو الاساس بتاع الديتويد انك تشوفه في الكورونا، بس انا بحب اشوفه في الكورونا، واحب اشوفه في الاليزيا صراحه عشان ابقى متاكد ان الايه، ان الموضوع فعلا صح. طيب ده برضو مثال على الاثنين ليجمنت اللي هو عباره عن ده وده، ده الانتيريور، ده الانتيريور صح ولا البوستيريور؟ الانتيريور اول حاجه مش شكله، شكل الاستريشن ده واحد، ثاني حاجه طالعه من سطح المدبب، فده الانتيريور ايه، الانتيريور ديب ديلتويد او الانتيريور تيبيوتيلر ايه ليجمنت. والسطح اللي طالع بيبقى السوبرفيشال بارت بتاعه ده اللي هو السوبرفيشال بارت بتاع الايه، بتاع اللي هو سواء كان الايه تيبيو سبرينج، بس هو انا تيبيو سبرينج. طيب المتوقع ان انا الاقي السبرينج ليجمنت فين عشان ده اللي هيجي بعد كده؟ المتوقع دي احنا قلنا السبرينج ليجمنت ماسك من السستنتاكيولم تلاي طالع لقدام، يعني يطلع لقدام كده، فانا متوقع ان الحته دي هي دي الايه، هو ده ايه التيبيو سبرينج ليجمنت اللي جاي يمسك فيه الايه، تيبيو سبرينج. فانا متوقع ان لما الاقي هنا في ليجمنت هو ده الايه، تيبيو سبرينج ايه، تيبيو سبرينج ليجمنت، زي ما هو ده كده، ده الليجمنت اللي هو ده، الليجمنت اللي هو ده، هو ده الايه السبرينج ليجمنت اللي جاي يمسك فيه الايه سوبرفيشال باند بتاعه الايه، بتاع الايه الدلتويد ليجمنت. طيب ايه رايكم هنا؟ ده مستوى بتاع الايه البوستيرير تيبيو تيلر الديب، ايه رايكم فيه؟ ما فيش الاستريشن بتاعته صح، الاستريشن بتاعته مش موجود،
ومكانه مكانه هنا فيه إديمة وفيه حاجة وحشة يعني. خلاص فده ده اه ده اقدر اقول عليه ان هو سبراي. خلاص طيب ده مثال على ايه بقى؟ ده مثال على ده لو اتكلم على ميديا الميديا الكومبوننت، فانا كل سواء كان الديب او السوبرفيشال الاثنين دولت كلهم وحشين خالص، كلهم فيهم هاي سيجنال، وممكن اقول ان في شويه فايبرز انتربتد هنا وديسربتد، فهو غالبا هنا الايه السوبرفيشال والكومبوننت القداماني بتاعنا برضه ايه بيبقى غالبا فيهم بارشال انجري او بارشال ايه بارشال ديل. طيب ده ايه بقى؟ ده برضو مثال على القطع بتاع الدلتويد سواء كان سوبرفيشال، غالبا الديب كمان دي مقطوعه المكان هنا، مش المفروض ان انا ده البلانت بتاعه وده الحته اللي المفروض الفايبر طالعه من هنا، ويبقى فيه هنا ايه ومفروض يبقى فيه هنا المنظر بتاعنا اللي هو بتاع الديب دلتويد اللي هو البوستيريور تيبيوتيلر ايه ليجمنت المفروض يبقى موجود هنا. بس هنا ملاحظ بقى في حاجه غريبه جدا. ايه الملاحظ؟ ان احنا شايفين ايه يا احمد؟ دوت ايه دوت؟ دوت عظم صح؟ حتة عظم صح؟ مش دوت عظم؟ ده زي اوسكلز موجودين هنا. الاوسكلز دايما احنا عارفين الاوسكلز بتطلع لما بيبقى فيه مثلا ايه يعني في عندنا عارفين اكسسوري اوسكل او بتاع، انما لما الاقي فيه عظم جوه ليجمنت جوه ليجمنت وهو شكله مقطوع، ده معناه ان هو ده كرونيك انجري خلاص؟ بحيث ان هو بدا يكون اوستيوفايت على الكرونيست، بدا يكون اوستيوفايت والاوستيوفايت بدات تلوز وتعمل ايه؟ اوسكلز بتبقى موجوده جوه الايه؟ جوه الليجمنت خلاص؟ طيب ده برضو ايه قيمته؟ قيمته في هنا معظم الناس تقول عليه كرونيك انجري خلاص وتريح دماغها، بس في انتيتي دلوقتي طالعه ان كل ليجمنت ويحصل فيه كرونيستي ويبدا فيه يبقى شكله عامل كده وحش خالص ويبقى فيه اوبليت ويبدا يكون اوسكلز ويبدا فيه يبقى اوبليتريشن للميديال جاتر واللاترال جاتر بتاع الانكل، يسموه حاجه اسمها ايه؟ يسموه امبنجمنت، يسموه انكل امبنجمنت. انكل امبنجمنت ده موضوع كبير خلاص. من ضمنهم بصوا هو يا جماعه اي ليجمنت يحصل له كرونيك انجري ويبدا يكون فيه اوستيوفايت ويبدا يوبتري مكانه ويبدا يتخن ويوي ده يعمل ايه؟ يعمل امبنجمنت على حسب بقى الليجمنت اتقطع. هنا مثال مثلا الليجمنت بتاع الايه بتاع الميديال اسبكت بتاع البتاع، فده اقول ايه انتر ميديال انكل امبنجمنت. في على الناحيه الثانيه لو اللاترك واللاتر يبقى يسموه انتر لاترال انكل امبنجمنت، لو السندزموتيك هو اللي اتقطع يبقى سندزموتيك امبنج. كل ده ايه عباره عن ايه امبنجمنت. ليه؟ لان هي بتخش تعمل ايه مع الكرونيستي السوفت بيتخن يعني، فبيحصل فيه ساينوفايتس ويتخن والاوسكلز بتتكون دي كلها هتعمل ايه؟ هتتحشر جوه الانكل، فالحركه بتاعت الانكل بتبقى يعني حركه التيلس على الكالكينيس يعني الاوسكلز. يعني هو ايه خطوره اللوز بادي في الـ في الـ في الجوينت؟ ان اللوز بادي ممكن تعمل لوكينج للايه للانكل صح او للني، فهو ده نفس الكلام ان هو بيعمل ايه بالسوفت شو والحاجات دي بيعوق ان الجوينت يتحرك كويس، فبيحصل نوع من انواع الايه من نفس من نوع من انواع الايه من نفس من نوع من انواع الامبنج. طيب ماشي. طيب السبرينج ليجمنت اللي انا اتكلم عليه، بص السبرينج ليجمنت يعني هو يعني عايز اقول ان هو مش الناس كلها اورينتد بيه خالص ماشي، وصراحه هو بيتقطع، بس انا عايز اقول ان هو يعني في المستوى الماجستير وكده مش مهم يعني خالص خالص. طيب ومستواك يا احمد ده مش مهم خالص خالص. لا بس ركز ركز ماشي، انا بحاول لسه اصل انا عارفك انت تعبان وبنكي فيك بس عشان تصحى، بس انا عارف ان هو محاولاتي بقت بتبوء بالفشل يعني ماشي. طيب احنا اتفقنا ان في ده الديلتويد ليجمنت صح، وان الديلتويد ليجمنت ده مثلث كده قاعدته بتبقى كالكينيوس السستنتاكيولم تيلاي، وبعد كده السبرينج ليجمنت اللي احنا قلناه دي اللي هو بعد كده النافيكولار بون ده، والنافيكولار بون متصله مع السستنتاكيولم تيلاي بالايه بالسبرينج ليجمنت صح، وان الكلام ده. طيب وبعدين السبرينج ليجمنت ده السبرينج ليجمنت ده قلنا ان ده قاعده المثلث بتاعت السوبرفيشال بارت بتاع الايه بتاع الدلتويد ليجمنت صح، وقلنا ان في فايبرز جايه من التيبيا راح تمسك في السبرينج اسمها تيبيو ايه تيبيو سبرينج ليجمنت، وهو رسم لك ان هنا العضله اللي هي بتجي تمسك كده اللي هي الايه بوستيرو تيبياس او تيبياس بوستيرو ديسفانكشن. ليه؟ لان او تيبياس بوستيرو ليه؟ لان تيبياس بوستيرو عاده احنا قلتها برضه المره اللي فاتت لما بيحصل ديسفانكشن تيبياس بوستيرو، لما بيحصل ديسفانكشن تيبياس بوستيرو قلنا ان هي التيبياس بوستيرو دي ماسكه معظم العظم بتاع الايه بتاع الطرف البون،
بتبقى لماه كده، ولما تكون لماه بتحافظ على اللونجيتيودنال الارش بتاعنا بتاع الفوت، وبالتالي لما يحصل ديفيرس بوستيريور تتقطع الارش ده يفك فالعيان يجي له فلات فوت، صح؟ طيب بس ديفيرس بوستيريور ما بتعملش الكلام ده لوحدها، يعني هي تحافظ على الارش بتاع الفوت مش لوحدها، هي الاساس صح بس مش لوحدها. في مثلا عندنا مثلا في عندي في حاجه اسمها بلانتر فاشيا، بتبقى ماشيه من الكالكينيس هنا ورايحه تمسك في الايه في بتاع اسمها بلانتر فاشيا، دي مشهوره قوي ومشهور بيحصل فيها حاجه اسمها بلانتر فاشيايتس، يعني التهاب. وانا اعرف واحد كان زمان عنده كده اسمه يعني بيجي عنده بلانتر فاشيايتس. طيب ما علينا. طيب ايه اللي حصل لما التبياس بوستيريور ديسفانكشن يحصل فلات فوت اللونجيتيودنال ارش تفلات. طيب البلانتر فاشيا دي بتساعد برضو على الايه على الـ على الـ على ان هي تحافظ على اللونجيتيودنال الارش. طيب لما انت القوه بتاعتك الاساسيه اتضربت البلانتر فاشيا تحاول على قد ما تقدر ان هي تحافظ على الايه اللونجيتيودنال الارش بس مش تعرف، فالحمل عليها يزيد، يعني الحمل عليها يزيد لان نص القوه بتاعت اللي بتحافظ على اللونجيتيودنال الارش اتضرب، فالحمل كله يجي على الايه على البلانتر فاشيا، فيبدا مع التكرار يبدا يحصل بلانتر ايه بلانتر فاشيتس. عشان كده اللي يقول لك ان تيبياس بوستيريور ديسفانكشن لما تبقى معاها تيبياس بوستيريور ديسفانكشن دور على فلات فوت ودور على بلانتر ايه بلانتر فاشيتس، لان يعني دي من ضمن الحاجات اللي بتحافظ على بتاع على اللونجيتيودنال ارش. كمان اللي بحاجات بتحافظ على اللونجيتيودنال ارش من ضمنهم السبرينج ليجمنت ده، او الاسم التاني بتاعه اللي احنا قلنا عليه اللي هو ايه اسمه كالكينيو نافيكولار ليجمنت، اسمه كالكينيو نافيكولار ليجمنت. طيب الكالكينيو نافيكولار ليجمنت ده برضه بيحافظ على الايه على اللونجيتيودنال ارش، وبالتالي لما تيبياس بوستيريور تتضرب خلي بالك لحسن الاسم السبرينج ليجمنت ممكن يبقى برضه الحمل زاد عليه ويبدا يحصل فيه ايه يبدا يحصل فيه سبرين او ديجنريشن او ده. خلاص طيب الكالكينيو نافيكولار ليجمنت او السبرينج ليجمنت ده طالع من السستنتاكيولم تلاي ورايح للايه للايه للنافيكولار بون. طيب الجزء ده بتاعه ده الجزء اللي هو اللي احنا قلنا عليه اللي هو قاعده المثلث ده اسمه ايه بقى قاعده المثلث ده اسمه سوبير ميديال اوبليك بتاعه سوبير ميديال بارت بتاعه سوبير ميديال بارت او سوبير ميديال كومبوننت بتاع الايه بتاع الايه بتاع السبرينج ليجمنت. طيب ليه كده؟ عشان فيه هو ليه اتنين كومبوننت كمان. بصوا يا جماعه من اول هنا بقى اصوروا شويه يعني مش مهم يعني اسمعوا الكلام ودخلوه من هنا وطلعوه من هنا بس انا هقوله عشان خاطر ايه يبقى رضيت ضمير. خلاص ال انت تعملي كده بجد ماشي. طيب ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو الكومبوننت الاساسي بتاع السبرينج ليجمنت اللي هو ماسك من السستنتاكيولم تلاي للنافيكولار بون. بس هو السبرينج ليجمنت ما بيفضلش كده وخلاص، امال ايه؟ قال لك السبرينج ليجمنت يا جماعه ده دي الهيد بتاع التير صح؟ دي الهيد بتاع التير ودي النافيكولار خلاص؟ السبرينج ليجمنت ده الكومبوننت الاساسي بتاعه. طيب وبعدين؟ قال لك ده يكمل تحت ايه يبدا يكمل يفضل مكمل لتحت. لما بيفضل يكمل لتحت بيبقى ليه اثنين كومبوننت تانيين. الكومبوننت ده واحد اسمه ميديو بلانتر اوبليك ده والتاني ده اسمه انف بلانتر لونجيتيودنال بار. مش مهم الاثنين دولت مش مهم الاثنين دولت بيبقوا ماشيين ده اللي هو بيظهر عندنا من الجنب. انا بص على الانكل ده من تحت يا جماعه خلاص بص على الانكل ده من تحت فده الجزء ده بعد كده يبدا يكمل بجزء ده ويبدا يكمل الجزء ده. تعالوا بصوا المنظر هنا المنظر ده حلو قوي دي الكالكينيس خلاص انا عملت ايه ودي النافيكولار بون خلاص انا عملت ايه رحت شايل ايه رحت شايل التيلس رحت جاي كده التيلس رحت شايلها خالص ماشي شايلها خالص ماشي فايه لما شد التيلس او الهيد بتاع التيلس ايه اللي حصل رحت شايف ان في فرد لي الكومبوننت بتاعت السبرينج ليجمنت دي الكومبوننت بتاعت السبرينج ليجمنت دي الكومبوننت بتاعت السبرينج ليجمنت اول كومبوننت بتاعها اللي هو اسمه سوبير ميديال كومبوننت ده الاساسي بتاعها وبعد كده فايبرز تيجي بالاوبليك كده اسمها ميديو بلانتر اوبليك وبعد كده اخر فايبرز اللي هي بتبقى هنا شويه لونجيتيودنال اللي هي انفل بلانتر ليج. طيب ايه فايده ده؟ فايده السبرينج ليجمنت ده زي ما احنا شايفين الهيد بتاع التيلر تيجي تركب هنا الهيد بتاع التيلر تيجي تركب هنا. طيب هو عباره عن سبورت للهيد بتاع التيلر من الجنب ومن تحت عشان الهيد بتاع التيلر ما تسقطش. يعني ايه؟ لو احنا شفنا انكل هلاقي ان الكالكينيس ماشيه كده باصه كده خلاص الكالكينيس باصه كده ولاقي ان التيلس جايه كده ماشي كده. طيب فالحته دي سبورتد بس الهيد بتاعت التيلس مش سبورت فبيجي ربنا يروح محوطه بليجمنت من الجنب ومن تحتها عشان يشيل الهيد بتاع التيلس هو ده الايه هو ده السبرينج ليج خلاص ده الكومبوننت بتاعت السبرينج ليجمنت وانا قلتها مره وخلاص مش مهم اللي يفهم فيها مش مهم خالص والله. طيب
ده يا جماعه السستنتاكيوم ايه ده، ده السستنتاكيوم تي لاي، وده اللي عندي الفايبرز اللي طالعه من هنا، ده السوبرفيشال بارت بتاع الايه بتاع الديلتويد. طيب السستنتاكيوم تي لاي بيبقى فيه فايبرز جايه من هنا تمسك من هنا، ومفروض تمشي لقدام، تمشي لقدام عشان تمسك في النافيكا بون، ده السبرينج ليجمنت. طيب السبرينج ليجمنت زي ما احنا قلنا مش مقتصر على كده، ده بيكمل تحت التيلس اهو شايفين، فده بيكمل تحت التيلس، فده كله ده كل ده من اول هنا لغايه هنا ده الايه ده السبرينج ليجمنت، وده بيفضل اللاير دي بتفضل مكمله من هنا لغايه قدام لغايه النافيكا عشان تقدر تشيل الايه الهيد بتاعت الايه بتاعت التيلس خلاص. طيب ده بقى المنظر الاجزاء اللي بيبان حلو بقى في الايه السبرينج ليجمنت. السبرينج ليجمنت وده ده لازم تشوفوه، انا ماليش دعوه بالكومبوننت التانيين، مش مهم الكومبوننت التانيين يعني الكومبوننت الاثنين التانيين مش مهم، بس ده لازم يتشاف ماشي خلاص. ده ايه؟ ده السستنتاكيوم تي لاي مشهور خالص، بيتشاف قوي كويس قوي في الاجزاء، ده السستنتاكيوم تي لاي. الاقي فيه ليجمنت طالع منه، الليجمنت طالع منه كده 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 كده، راح اعمل ايه؟ راح رايح ماشي ماشي قدام عشان يمسك في ايه؟ انها هتطلع هنا النافيكولار بون يمسك فيه خلاص. فده ده الايه 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 السبرينج ليجمنت اللي هو اول كومبوننت بتاعه اللي هو اسمه ايه؟ سوبيريور ميديال كومبوننت، سوبيريور ميديال كومبوننت. طيب مش مشكله هم ده سبرينج ليجمنت. طيب ليه علامه حلوه قوي ده يا جماعه، الهيد بتاع التيرس بيقول لك ان السبرينج ليجمنت يهج الهيد بتاع التيرس، يعني يحضن الهيج الايه الهيد بتاع التيرس، الهيد بتاع التيرس وهو ايه حاضنه، ده حاجه. تاني حاجه ان هو بيبقى ديب للايه التيبياس بوستيرو زي ما احنا شايفين، ده تيبياس بوستيرو وهو بيبقى ديب ليها زي ما احنا شايفين كده، ده تيبياس بوستيرو ده الايه الليب دي خلاص. هنا المفروض يجي يمسك فيها الفايبرز بتاعتنا بتاع الديلتويد سوبرفيشال ديلتويد اللي هو الايه التيبيو سبرينج، تيبيو سبرينج كومبوننت بتاع سوبرفيشال ديلتويد بيجي يمسك ايه بيجي يمسك هنا. طيب دول اتنين كومبوننت تانيين بس مش مشكله. ده يا جماعه منظر اهو، ده منظر الايه السوبرفيشال كومبوننت وجاي يمسك في ده قصدي السبرينج ليجمنت بيهاجنج ده اكزيوم اكزيوم سيكشن، دي الهيد بتاعتنا، دي الهيد بتاعتنا ودي النافيكولار بون اهي خلاص، دي النافيكولار بون ودي الهيد بتاعتنا. الليجمنت طالع من الساستنتاكيولم لايك ماشي كده 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 كده، يروح هاجج الايه الهيد بتاع التيرس ويجي يمسك في الايه في النافيكولار بون، عشان كده بيسموه السبرينج ليجمنت باسم تاني اسمه ايه كالكينيو نافيكولار ليجمنت، لانه ماسك من الساستنتاكيولم لايك لغايه الايه لغايه الايه لغايه النافيكولار بون، كالكينيو نافيكولار ليجمنت. ده التو كومبوننت التانيين بيبقوا موجودين هنا بس مش مشكله. طيب ده منظر تيبياس بوستيرو في حصل لها تير، والليجمنت اللي احنا شايفينه ان هو المفروض بيبقى طالع من هنا وهاجنج بتاع ده عامل ازاي؟ تخين قوي يعني مش معقول يبقى الليجمنت ده السبرنج اللي احنا قلنا الرفيع الكويس، لا ده تخين جدا مع تيبياس بوستيرو ديسفانكشن لازم اشخص ان ده السبرنج ليجمنت بدا الحمل يزيد عليه فبدا يحصل فيه ايه؟ سبرين او بدا يحصل فيه ديجنريشن خلاص؟ هو بيشاور هنا على تيبياس بوستيرو ديسفانكشن وموريك هنا ان السبرنج ليجمنت تخين جدا والثيكنج ده مش طبيعي. ده برضه مش مهم خلاص مش مهم، هو السبرينج ليجمنت اصلا مش مهم اصلا خلاص ما علينا. طيب بس السينستر سايت ده مهم بقى، السينستر سايت برضه مع ضمن الحاجات الاسوشيشن الليجمنت اللي فيه برضه من ضمن الحاجات الليجمنت اللي بتحافظ على اللونجيتودنال ارش وبالتالي بيتاثر مع تيبيال بوستيريور ديسفانكشن خلاص. مشهور خالص يا احمد السينستر سايت سندروم صح؟ نص الناس عارفه السينستر سايت سندروم، معرفش ليه والله بجد معرفش ليه مش عارف معرفش ما علينا. سينستر ساي سندروم ده هو ايه السينستر ساي او الترسل ساينس؟ الترسل ساينس ده هو ساينس موجود في اللاتر اسبكت بتاع الانكل، يعني ايه؟ يعني انا لو جبت الانكل بتاعنا كده اللاتر اسبكت بتاعه في فتحه هنا، الفتحه دي اللي موجوده على اللاتر اسبكت بتاعي، الفتحه دي موجوده ما بين التيلس وبين الكالكينيس فتحه، الفتحه دي هم في الكلينيكال بيدوروا عليها عشان خاطر لما يجي يعملوا كورتيكوستيرويد انجكشن في الانكل جوينت بيخش منها خلاص، فهي اسمها ايه؟ اسمها ترسل ساينس او ساينس ترساي. طيب بصوا يا جماعه ادي اهو ده الكالكينيوس، ده منظر ساجيتال، ده الكالكينيوس خلاص وبعد كده دي التيلس ماشي. الكالكينيوس والتيلس بيبقوا قاعدين على بعض لحد ما، وزي ما احنا قلنا ان الحركه بتاعت التيلس والكالكينيوس ان هما الاثنين يعني التيلس تبقى واقعه كده الهيد بتاعت التيلس تيجي محذوفه شويه، فلما تتحذف شويه يبدا يحصل ما بينهم فراغ، الفراغ اللي موجود ما بينهم ده موجود ما بين الاندر سيرفيس بتاع الايه بتاع الايه بتاع التيرس والابر سيرفيس بتاع الكالكينيوس، ده الفراغ ده اسمه ايه ساينس دارساي او دارسال ايه ساينس، الاثنين دول موجودين. احنا عارفين دلوقتي لو انا جيت بصيت على سطح الايه الكالكينيوس من فوق وده سطح الكالكينيوس من ايه من تحت،
هلاقي ان الكالكينس ليها بوستيريور فاسيت، ولاقي ان الكالكينس ليها ميدل فاسيت، ولاقي ان الكالكينس ليها انتيريور فاسيت. خلاص طيب الاقي ان الايه ان ودي برضو البوستيريور فاسيت وده ميدل فاسيت وده الايه وده الانتيريور فاسيت. طيب التراس تيجي تعمل ايه؟ تيجي تقعد هنا في البوستيريور فاسيت، وبعد كده تيجي ايه شايفين تروح مايله كده، ده مكانها يعني، ده مكان ده الهيد، ده الهيد اهي في تو فاسيت تحتيهم صح، وهنا دول المفروض ان هيجي يقعدوا هنا. خلاص فاكن بدل ما الهيد بدل ما التيرس تبقى قاعده على الكركينس الاثنين فوق فوق بعض، لا تروح جايه كده قاعد مايله شويه كده عشان تركب على اثنين فاسيت دول. فالحركه دي بتبدا يجي فراغ موجود هنا، موجود ما بين الكالكينيس والتيرس، الفراغ اللي موجود هنا ده هو ده الايه ساينس ايه ترساي او الترسل ايه او الترسل ساينس. خلاص الترسل تانل ده او الترسل ساينس موجود على اللاترال اسبكت، مش عارفني ان هو موجود على اللاترال اسبكت لان ده سستنتاكيوم تراي، وانا عارف دايما ان سستنتاكيوم تراي بوينت ميديال معروف ان هو ميديال، يبقى موجود ده ميديال يبقى هو موجود على الناحيه الايه على الناحيه الايه اللاترال اسبكت بتاعه. ده منظر 3 دي بيوريك فين ساينس ارساي او ليه سموه ساينس ترسل شبه الجيب. بصوا يا جماعه ده التيرس اهي، ده التيرس اهي خلاص، ودايركتد كده، وكالكينيس دايركتد كده، فلقينا ان في هنا زي ما احنا زي جيب موجود على اللاترال اسبكت بتاعنا، هو ده الايه هو ده الساينس ترساي موجود ما بين التيرس وما بين الايه كالكينيس، ده الايه ده الساينس ترساي او الترسل ايه او الترسل ساينس. طيب اهميته في ايه؟ اهميته ايه ان الترسل ساينس او الساينس ترساي ده عباره عن ايه؟ عن مكان بيحتوي على فات وشويه ليجمنت، الليجمنت في واحد اسمه سيرفايكال ليجمنت وواحد اسمه انتر اوسيس ليجمنت، بس مش مشكله مش مهم، المهم نعرف الليجمنت. خلاص واحد اسمه سيرفايكال، الوراني ده اسمه انتر اوسيس، والقداماني ده اسمه سيرفايكال، بيبقى يجي يمسك في رقبه التيلس بس مش مشكله، المهم في تو ليجمنت وشويه فات. خلاص طيب لما بيحصل ساينس ترساي سيندروم او لما بيجي يحصل تيبيست بوستيد ديسفانكشن، الحمل على الليجمنت ده بيزيد لان هي بتساعد على ان هو يتحافظ على الايه اللونجيتون ارش مع تيبيست بوستيد، فبيزيد عليها الحمل فتبدا يحصل لها سترين ويبدا يحصل لها اديما وي وي وي. طيب ده يبان ازاي في الاشعه؟ هيبان ازاي في الاشعه كالاتي. بصوا يا جماعه ده المنظر الساينس ترس في الام ار اي زي ما احنا شايفين، ادي ده الكالكينيس ده السجده، ده الكالكينيس وده الانتيريور بروسيس بتاع الكالكينيس، وده التيلس ماشي، وبعد كده ده الهيد بتاع التيلس والنيك بتاع التيلس، في هنا فراغ، الفراغ ده هو ده الساينس ايه ترساي او ترس بتاع ساينس. الفراغ ده زي ما احنا شايفين معظمه فات صح، معظم بتاعه ايه عباره عن ايه عباره عن فات زي ما احنا شايفين كده، ده كرونال اكزيت اهو كرونال، ادي ده التيلس خلاص، وده السستنتيكيوم تراي بتاع الكالكينيس، وده الايه كالكينيس اهي، في ما بين الكالكينيس وبين التيلس في فراغ، الفراغ ده موجود على اللاترال اسبكت بتاعنا، هما بقى بيجي لما يجي يخشوا كده يجي كده يروح داخلين بالابره داخلين هنا خلاص، يكونوا بقى في الايه في السبتيلر جوينت او الايه انكل جوينت. خلاص طيب الفراغ ده مليان ايه شويه فات وشويه ايه ليجمنت، الليجمنت مش شرط ان هي تبان بس ده مش مهم، اهم حاجه بالنسبه لي ان هو جواه معظمه ايه معظمه فات. خلاص طيب لما بيحصل فيه ساينس ترساي سندروم امتى اقول؟ الاقي ان الفات ده بقى يبدا ده مثال على السيرفايكال ليجمنت بس برضه مش مهم. لما بيجي يحصل فيه ايه؟ لما يجي يحصل ساينس ترساي سندروم هلاقي ايه ده؟ شوفوا يا جماعه في التي 1 اهم حاجه التي 1 هلاقي ان الفات اللي المفروض يكون لونه ابيض زي ده حصل له ايه؟ حصل له بقى لونه اسود بقى اوبتريد خالص بقى لونه لو ده معناه ان في هنا إديمة، كونه إديمة بقت مركزه في الحته دي يبقى اقول ان غالبا ده ساينس ترساي ايه؟ ساينس ترساي سندروم، ومش قادر وكمان من ضمن الوصفه انه مش قادر تشوف الليجمنت يعني خلاص. بس ده اهم حاجه، ده باتن مهم جدا للمنظر، اهم حتى من تي 2 انك تشوف في تي 1 ان هو بقى لونه اسود، الفات بقى ايه بقى لونه اسود ما بقاش لونه ايه الفات زي الفات بتاعنا. ده غير كده ان نلاقي ان بقى في سطح ده والسطح ده بيبقى فيه مارو قديمة زي ما احنا شايفين هنا وهنا ومارو قديمة، فده بقى مع برضو الايه الساينس ترساي ايه سندروم. طيب اخر موضوع هو الترسل كواليشن، والترسل كواليشن موضوع مهم 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 صراحه خلاص، هو بيجي بيطلب كتير. طيب كلمه يعني ايه كواليشن؟ كلمه كواليشن معناها ان في عظمتين لاحمين مع بعض، ده اسمه ترسل كواليشن، من ضمن الترسل بون كواليشن ده معناها عظمتين معمولين مع بعض. هو ايه اللي بيحصل؟ الجماعه الترسل بون دي كانت في الاول كانت حاجه واحده، وبعد كده يحصل لها سيجمنتيشن، ففير اوف سيجمنتيشن للترسل بون ده يحصل ايه؟ ترسل كواليشن، هتلاقي في عظمتين يبقوا ايه لاحمين مع بعض. طيب وطب ايه يعني عظمتين لاحمين مع بعض؟ لا الموفمنت بتاع الجوينت بتبقى متاثره، بتبقى ليميتد خالص خلاص، فبيحصل ايه؟ سام سورت اوف ليميتيشن للايه للموفمنت. طيب
انا عندي نوعين مشهورين من الكواليشن، نوعين مشهورين، هو في اكتر من كده بس من نوعين مشهورين من الكواليشن. اول نوع اسمه تيلو كالكينيا الكواليشن، تيلو كالكينيا الكواليشن، وتاني نوع اسمه كالكيني ونافيكا كواليشن، كالكيني ونافيكا كواليشن وتيلو كالكينيا كواليشن. كلمه تيلو كالكيني، تيلو كالكينيا كواليشن يعني ايه؟ يعني العظمه اللي لحمه مع العظمه هي التيلس والكالكينيس، فالعظم لحم مع بعض، التيلس لحمه مع الكالكينيس، فاسمه تيلو كالكينيا كواليشن. طيب او ان يبقى اسمه ايه الاسم الثاني؟ كالكينو نافيكر، يعني كالكينيس لحمه مع الايه، مع النافيكر بو، ايه مع النافيكر بون، اسمه كالكينو نافيكر كواليشن. طيب زي ما احنا شايفين ادي اهو، دي المفروض ان هنا مكان السستنتاكيول انتلاي، صح؟ بيبقى فيه هنا جوينت اللي هو الميدل ايه، سبتيلر جوينت او ميدل فاسيت، ماشي. الاقي ان العظمه دي التيلس دي جت لحمت، خلاص ما بقاش فيه فاسيت ولا فيه جوينت، الاثنين لحموا ايه، لحموا مع بعض خلاص. طيب وده نفس الكلام، ان هنا دي النافيكر ودي الكالكينس، الاقي الاثنين ايه لاحمين مع بعض، فده العظم. وده اسهل نوع من انواع الكواليشن. يعني ايه اسهل نوع من انواع الكواليشن؟ الكواليشن انواع، في منه بوني كواليشن يعني عظم، وفي منه فايبرس او كارتلاجينس كواليشن، ده نوعين، يعني نوع فايبرس او كارتلاجينس كواليشن، او النوع الثاني ايه الايه البوني كواليشن، على حسب العظمتين متصلتين بايه. لو الاثنين متصلتين بعظم يبقى انا بتكلم على ايه، على بوني كواليشن، وده اسهل واحد بيتشخص. ليه؟ لانك تلاقي عظمه لازقه في عظم بس، ده اسهل واحد، فده نوع من انواع الايه، ده اللي هو البوني كواليشن خلاص. النوع الثاني الاصعب انك تلاقي العظمتين متصلين مع بعض بفايبرس تيشو او كارتلاجينس تيشو. ليه بقول ان هو صعب؟ لانك مش بتشوف الكونكشن واضح ما بين العظمتين، انت بتلاقي العظمتين مفصولين، صحيح؟ اي ما هما، طب ما ده نورمال ان هما يكونوا مفصولين، انت اشمعنى قلت على دي ان ده فايبرس كواليشن مع ان المفروض ان هو يكون عظمتين مفصولين؟ هنعرف كمان شويه ان مع الكواليشن بيحصل حاجات لازم نبص عليها، عشان كده الفايبرس كواليشن بيبقى اصعب كتير قوي تشخيصه من البوني كواليشن. تعال نبص على مثال، مثلا شايفين هنا يا جماعه دي السستنتاكيول امتلاي بتاعت كالكينيس، عامل ايه؟ مكمل مع الايه؟ مع الايه؟ مع التيلس. وده اشهر نوع من انواع الكواليشن اللي هو الميدل سبتيلر كواليشن، اللي هو ما بين ايه، تيلو كالكينيا كواليشن، ما بين التيلس وبين الكالكينس في الميدل ايه، في الميدل ايه، في الميدل فاسيت او ميدل سبتيلر جوينت هنا خلاص. ان ده مكمل مع ده، فده نوع من انواع، ده اشهر نوع. ده ايه يا عم؟ ده بوني كواليشن، سهل خالص. شايفين دي الكالكينيس مكمله خلاص، اكن العظم لاحم مع كونتينيوس مع بعض، ده نوع من انواع الكواليشن، ده بوني كواليشن. وده قلنا نتيجه الفيلير اوف سيجمنتيشن، العظم كله كان واحد وبعد كده يبدا يتقسم لتارسال بون، ما تقسمش هنا، فده بقى ايه، بوني كواليشن. ده اسهل ايه نوع، اسمه ايه، تيلو كالكينيا كواليشن. طيب النوع الثاني اللي انا اللي هو الصعب بقى هو الفايبرس. يعني مثلا هنا مثال على ده، ايه المشكله؟ انا دلوقتي عندي ده، دي مع التيلس ودي كالكينيس، المفروض ان هو عاده بيبقى فيه جوينت هنا اللي هو البوستيرو فاسيت، ده نورمال خلاص. اشمعنى بقى قلت ان ده كواليشن؟ هنا ممكن يحصل كواليشن بوستيرو بتاع البوستيرو فاسيت بتاع، اشمعنى ايش عرفك ان هنا في بوستيرو كواليشن؟ الكواليشن ما بيحصلش بوني، بيحصل ايه؟ بيحصل فايبرس، وبالتالي انا ممكن الاقي ان في سيبريشن واضح ما بين العظمتين. امتى اقول بقى عليه ان هو ده كواليشن؟ قالك هتقول عليه ان هو كواليشن لما تلاقي في كذا حاجه. اول حاجه انك تلاقي ان الجوينت ذات نفسه بقى ريجولر. يعني ايه ريجولر؟ يعني تلاقي ان السطح بتاعه بقى ريجولر وحواليه ايه؟ وحواليه ايديم زي ما احنا شايفين، ماشي. كمان برضو الحاجات دي، يعني مثلا زي ما هنا برضو ده الميدل فاسيت خلاص، ميدل فاسيت برضو ايريجولار وحواليه ايدين برضو. الحاجات دي يا جماعه طب ممكن تكون اوستي ارثرايتس، ما جوينت اصلا، مش ممكن يكون اوستي ارثرايتس؟ الايريجولاريتي والمرو دي على الارتيكال سيرفيس، ده ممكن يكون اوستي ارثرايتس. انا مش عرفني ان هي ما تكونش كواليشن. قال ان بيحصل حاجه كمان مع كده، مش بس ايريجولاريتي ومرو تشينجز. قال ان احنا ممكن نبص على لان نظرا، لان زي ما احنا قلنا ان الكواليشن ده يا جماعه هو بيربط العظم مع بعض، فالحركه بتاعت الجوينت بتبقى مختلفه، بتتغير. ليه؟ لان العظمه مش متاحه ان هي تتحرك زي الاكسس بتاعها، فبنلاقي يحصل سام سورت اوف روتيشن في الجوينت، يبدا الايه عشان يادبت، عشان العيان يقدر يمشي كويس، فتلاقي ان الايه التيرس راحت شويه ميديال، تلاقي الكالكينيس، فبيحصل سام سورت اوف تشينج للموفمنت بتاع الايه البتاع بتاع الانكل جوينت. وبالتالي نلاقي ان الايه بقى، ان الاورينتيشن بتاع الانكل جوينت ذات نفسه او الجوينت اللي حصل فيه كواليشن اتغير. يعني ايه؟ ده مثال على اللي انا بتكلم عليه. ده يا جماعه ده نورمال، ده نورمال، مثال على النورمال.
ايه النورمال؟ ده الميديال فاسيت ما بين اللي هو الميديال سبتيلر جوينت، ده جوينت عادي خلاص. الميديال ده السنتاكيوم تلاي وده السيرفيس بتاع ده مثل الميديال فاسيت. ايه اللي حصل؟ زي ما احنا شايفين السطح بتاعه سموث حلو قوي وجميل كويس، بس ده مش ده يكفي بس لوحده. ايه اللي يكفي؟ لازم اشوف ان الاورينتيشن بتاع الجوينت ده هوريزونتال، لا اما هوريزونتال خلاص، لا اما سلايتلي يبقى كده سلوبنج، بس سلوبنج ابورد، سلوبنج ابورد ده طالع لفوق. لما الاقي ان الاورينتيشن بتاع الجوينت بقى سلوبنج داونورد كده، اعرف ان ده بقى كولج. يبقى السلوبنج بتاع الميدل فاسيت لما الاقيه اتغير بقى الداون وورد كده، اعرف ان ده كواليشن. ودي معلومه مهمه جدا. ليه؟ هنا جوينت صحيح، ايه رايكم في الجوينت ده؟ الجوينت ده فيه الريجولارتي وفيه المارجن بتاعه مش كويس، بس ده مش هو ده الكلو الوحيد اللي يقول لي ان ده كواليشن. يعني ممكن يكون اوست ارثرايتس صح؟ ماشي. بس لما الاقي بقى الاورينتيشن بتاع الجوينت بدل ما يبقى ترانزفيرس زي ده، لا بقى سلوبنج داونورد كده، اعرف ان ده مع الريجولاتي، اعرف ان ده بقى ايه، بقى كوليش. ليه بقى يا جماعه حصل كده؟ زي ما احنا شايفين، بص العظمه دي اتزحزحت من مكانها كده، لان الحركه مش عارفه تتحرك. فمع وزن الجسم والحركه بيبدا يتغير الاورينتيشن، فنلاقي ان الاورينتيشن بتاع الجوينت ذات نفسه اللي حصل فيه كوليشن بقى متغير. ومشهور خالص في الميدل تيلو كالكينيال كوليشن ان السلوبنج بيبقى داونورد لبره، يعني داونورد لاترال كده، نازل سلوبنج داونورد لايه؟ لبره خلاص. طيب زي ما شايفين الاداء هو بيقول ان ده في كواليشن والسلوبنج بتاع الجوينت نازل ايه؟ نازل لبره. طيب تاني حاجه ده بالنسبه للميدل بتاع الميدل. اما بالنسبه للي هو ما تبصوش على الصوره اللي فوق، بصوا على الصوره. اما الثاني حاجه اللي هو الكالكينو نافيكر كواليشن، ده النوع الثاني ما بين الكالكينو نافيكر كواليشن. نفس الكلام، المفروض ان عظمتين ما يبقاش لاحمين مع بعض ما بين الكالكينس والنافيكر. لو لقيتهم مكملين خلاص ده بوني كواليشن. طيب لقيتهم مفصولين بس السطح ما بينهم مش كويس، يعني السطح اللي ما بينهم الريجلر وايه و في اديما، فانا بقى عايز اعرف هل ده اوستيو ارثرايتس ولا هو فعلا كواليشن. قالوا اول حاجه هتلاقي ان الانتيريور بروسيس بتاع الكالكينيوس مش نورمال. يبقى كده الاقيه ان الانتيريور بروسيس بتاع الكالكينيوس ده بقى وايدند برودند خلاص، وبقى ليه بوز. فالبوز ده بيسموه زي الانتييتر نوز، شبه البوز بتاع الايه اللي هو الحيوان ده اللي هو ايه اكل النمل. ده حيوان اكل النمل خلاص، شبه البوز بتاعه. فبتلاقي ان الانتير بروسيس بتاعنا بقى ليه بوز كده، بتاعت الكالكينيس بقت ليها بوز، عامل زي انتيتر ايه، سموه انتيتر ايه، انتيتر نود. طبعا انا في الاول ما كنتش عارف انبا انتيتر دي اصلا، ولا كنت عارف ايه هو الحيوان ده خلاص. بعد كده دخلت بقى على النت وبعدين عرفت ان ده شبه ده. وعلى فكره طلع الساين دي مشهوره قوي والله، يعني مشهوره جدا بجد. يعني انت اكتبوا انتيتر نود، لو كتبت انتيتر نود بغض النظر انك تكتب هيطلع لك طبعا الحيوان ده، بس هيطلع لك معاه كمان كالكينو نافيكر كواليش، يعني والله مشهوره قوي. يعني ما كنتش متوقع كده ان الانتيرو بروسيسور بتاعنا بيبقى وايدند خلاص، ويبقى ليه بوز كده بيشبه الايه انتيتر ايه انتيتر نوز خلاص. ده ساين من ساينز بتاعت الكالكينو نافيكر كي كواليش. من ضمن الساين برضو ان تلاقي ان في بيكينج كده للتيلس، التيلس كده تلاقيها ايه، تلاقي ليها برضو بيك، برضو نتيجه لان الاورينتيشن بتاع الجوينت اتغير، فالستريس بقى على تيلس كبير، فبقى يحصل ايه تيلر بيك. انا بتكلم عن دي بيسموه كل الحاجات اللي احنا قلناهم دول، اللي هو الاورينتيشن بتاع الجوينت والانتيتر نوز والتيلر بيك، دي بيسموها سكندري ساين للايه للكواليشن، يعني دي مش الاساسيه. ليه؟ بحتاجها لما اكون لما يبقى فايبرس او كارتلاجنس كواليشن، وشايف الريجولاريتيز موجوده في الجوينت وان الجوينت شكله وحش، فببقى محتاج حاجه تانية تقوي الموضوع ان هو مش بوست ارثرايتس، ده حاجه تانية. فدي سكندري ساين بتحصل مع الكواليشن نتيجه لتغيير حركه الايه الانكل جوينت موفمنت مع الايه مع الكواليشن خلاص. ده بيسموها ايه سكندري ايه سكندري ساين. تالت حاجه من ضمن الساين اللي بتبقى برضه مع الكواليشن مع الكالكيون فيكر، قلنا ده بيبقى ليه بوز كده اللي هو انتيتر نوز، بيبان كويس قوي في السجدال. تاني حاجة انك تلاقي ان النافيكر بون، المفروض النافيكر بون بتخلص عند الليفل بتاع الايه؟ بتاع الهيد بتاع التيرس، يعني ده بتاع التيرس وده النافيكر، المفروض النافيكر بون تكون خلصانة هنا.
هنلاقي ان الري كربون بدات برضه تمد بوز لناحيه الكاركينيس، يعني دي مادة بوز ودي مادة بوز، بس هنا بقى ما سموهوش بقى انتيتر نوز، يعني انا مش شبه الانتيتر نوز، فدي مادة نافي كربون مادة بوز. انا عرفت ازاي ان هي مادة بوز؟ لان لو خدت خط هنا من التيلس المفروض ان الكالكينيس ما تعدهوش، فلما لقيت ان لا النافي كربون عديته خلاص، فاعرف ان بقى في ان النافي كربون برضو مادة بوز، فده برضو من ضمن الحاجات اللي بتقول ان ده كواليشن كسكند ساين من الايه من الكواليشن خلاص. فهم بيقولوا ان هنا يعني الساين دي بيسموها ايه او مش بيسموها ايه، بيقولوا ان الميديولاترال ديستانس بتاعه النافيكولار بون زاد، فلما الاقي ان الميديولاترال ديستانس زادت ده برضو من ضمن السكندر ساين بتاعه الايه بتاعه الايه الكواليشن. انا كده يبقى انا خلصت ماشي، و النين ان شاء الله جاي باذن الله. النيو انتوا قربتوا ايه؟ انتوا خلصتوا؟